معلش يا جماعة، هو اللايف قطع وحصل مشكلة، فإحنا هنكمل على اللينك ده. هو أنا المفروض خليته يكمل على اللي فات بس مرضاش يعني، أو اليوتيوب فضل مخليني أنا لايف لوحدي يعني. طيب أنا بس مستني الناس تدخل يعني، عرفوا زمايلكم اللي خرجوا. نكمل هنا. طيب هنكمل ان شاء الله دلوقتي. زي ما قلنا هنراجع مع بعض تشابتر تشابتر. عندي تشابتر 1، اول حاجة مهمة فيه هو شوية الديفينيشنز اللي موجودة فيه. الديفينيشنز اللي هم العشرة دول، انا بس عايز انبه على ثلاث نقط. هو موضوع الريزيستيفيتي، و موضوع الريزستيفيتي، سوري، موضوع الالكتريك كارنت والالكتريك كارنت انتنسيتي. احنا بندخلهم في بعض على اساس ان هم شبه بعض. الالكتريك كارنت هو فلو اوف تشارجز ان ا كوندكتنج ماتيريال، بس هو الفلو اوف تشارجز ده اسمه الكتريك كارنت. انما الالكتريك كارنت انتنسيتي اللي هي بتتقاس هي عباره عن الريشيو ما بين الكوانتيتي اوف تشارجز والتايم، او ان هي عباره عن الديفينيشن الصح هو كوانتيتي اوف تشارجز باسنج ثرو كروس سيكشن اوف كوندكتور ان يونت تايم او ان 1 سكند. فنلاحظ ناخد بالنا منهم. تاني نقطة عايز ان انا انبه عليها هو موضوع كيرشوف فيرست لو وكيرشوف سكند لو. كيرشوف فيرست لو وكيرشوف سكند لو، في بعض الكتب او بعض الطلبة بتتلخبط ما بين الديفينيشن وما بين الساينتفك بيس بتاعتهم. كيرشوف فيرست لو الساينتفك بيس بتاعته اللي هو كونزرفيشن لو اوف تشارجز، كيرشوف سكند لو اللي هو كونزرفيشن لو اوف انرجي. دي ساينتفك بيزز، مش الديفينيشن بتاعهم. الديفينيشن بتاعهم هو في كيرشوف سكند لو ان ات اني نود ان ذا سيركت ذا سم اوف ذا كارنت انترينج ذا نود ايكوال ذا سم اوف ذا كارنت ليفينج ذا نود، او الالجبريك سم بتاعهم كلهم بيكون ايكوال زيرو. كيرشوف سكند لو نفس الكلام اللي هو في اي لوب، ان اني لوب اور كلوز باث ان ا سيركت ذا سم اوف ذا ام اف ايكوال ذا سم اوف ذا بوتنشال ديفرنس across each element. تالت حاجة عايز انبه عليها اومز لو واومز لو فور كلوز سيركت. في ناس بتدخل الاثنين برضو في بعض. اومز لو اللي هو في ايكوال اي في ار ده across conductor، يعني البوتنشال ديفرنس across a conductor is direct proportional to the current intensity passing through it at constant temperature. انما بالنسبة لاومز لو فور كلوز سيركت ده بالنسبة للسيركت كلها، اللي هو ان التوتال كرنت passing through a circuit equal الـ ratio between the EMF of the source and the total resistance الـ R equivalent plus R small delta. دي اسمها الـ total resistance بالنسبة لي. طيب حلو جدا، نخش على اللي بعديها. عندي شوية أسئلة تانية اللي هي بتتكلم على identical resistor اللي هما الـ two rules اللي على اليمين دول. لو هما سيريس، لو انا عندي شويه ايدنتيكال ريزيستورز كتير سيريس يبقى انا بستخدم الرول اللي هو ار ايكوفالنت ايكوال ان ار، ولو هما بارل بقول ان الار ايكوفالنت ايكوال ار اوفر ان. بداوا ان هما مؤخرا بيجيبوا مسائل عليهم كتير، فناخد بالنا من المسائل اللي من النوع دوت. يعني مثلا مساله زي ديت بيقول لي فور ايدنتيكال ريزيستور كونكتد توجذر وانس ان بارلل، يبقى معنى كده ان هما عددهم اربعه، يبقى ال ان ايكوال 4، يبقى R1 equal R over 4. إنما بالنسبة لـ R2 اللي هو لما وصلهم in series، يبقى ديت كده الكيس التانية، يبقى الـ equivalent resistance هتبقى equal 4R. هو عايز إيه؟ عايز الريشيو ما بين الـ current intensities. فأنا هعمل I1 to I2، I1 to I2 هتبقى equal V I1 اللي هي V over R1، I2 هشيلها وأحط مكانها V over R2 بس هقلبها. ليه؟ عشان أنا خليت الـ divided أو الريشيو خليتها multiply، فهروح قالب اللي بعدها. ال V هتروح مع ال V، ال R هتروح مع ال R بعد ما نعوض، لأن R2 هعوض عنها 4R و R1 هتبقى R over 4. ال R مع ال R هتدينا 8-1. ده اللي أنا كنت شرحته لما اللايف فصل. برضه هنبص مثلا على اللي بعديها بسرعة.
بيقول لي 5 identical resistors ال connected in parallel is 3 ال equivalent بتاعتهم، يبقى كده انا هقول ان r over 5 equal 3، وانتوا تكملوا بقى. عايز بقى ال equivalent لما يكونوا series، دي طبعا انتوا هتعملوها ما فيهاش مشكلة. عندي group of identical lamps connected in parallel with a battery 24 volt with negligible، هم كلهم identical بس انا ما اعرفش هم كام، يبقى ال n عندي هي ال unknown. ومدينا ال current passes through it اللي هي through السورس نفسه، يبقى دوت كده التوتال كارنت. عندي توتال فولتج توتال كارنت، اقدر اجيب التوتال ريزيستنس. عندي التوتال ريزيستنس وعندي ريزيستنس بتاعت الواحد، اجيب ال n. يعني هو كده قلب الموضوع، ال n هي ال unknown. طبعا انا بس بمشي عليهم بسرعه، لو حد عنده مشكله ممكن ان هو يقول او ان هو يبعت لي مثلا بعد كده في البوينتس دي. هنخش بعد كده على الأسئلة اللي هي بتاعة الريشيو، اللي هو احنا بنتكلم على ريشيو ما بين ريزيستنس او ريزيستيفيتي او كده. عندي مثلا هنا سؤال زي دوت، بيقول لي الدايمتر بتاع واير انكريزد دبل واللينث بتاعه هو كمان انكريزد دبل، يبقى ايه اللي هيحصل للريزيستيفيتي؟ طبعا اول حاجة بالنسبة للريزيستيفيتي مفيش اي حاجة هتحصل، لان هي ديبند على كايند اوف ماتيريال والتمبرتشر بس. انما بالنسبه للريزيستنس السؤال ده في الغالب بيجي تشوز او بيجي وات هابن من غير ستيبس، فاحنا ممكن نعمل كده نقول ان الار هي عباره عن رو ال اوفر اي. انا دلوقتي اللينث بيقول لي ان هو دبل، يبقى انا هحط 2 جنب اللينث. والاريا هيحصل لها ايه؟ هو بيقول لي ان الدايمتر دبل، ما دام الدايمتر دبل يبقى الاريا هتبقى 4 تايمز. الدايمتر دبل يعني الريديوس دبل، بس الاريا عشان هي باي ار سكوير هتبقى 4 تايمز. انا دلوقتي عندي 2 اوفر 4، يبقى ده كده هتدينا ايه؟ هتدينا كوارتر، سوري هتدينا هاف. يبقى ديت كده هنشطبها هنقول هاف. طيب حلو كده الكلام دوت. ايه اللخبطه اللي فيه؟ اللخبطه مثلا في اللي جاي. انا دلوقتي لما يقول لي اللينث بتاع الواير انكريز تو دبل وير ذا فوليوم از كونستانت، اكتبوا كده او افتكروا ان انا لما يكون الفوليوم كونستانت، او لما يقول لي ان الواير ستريتشد او كومبريسد او الواير ريشيبد اللي هو اتشكل تاني، يبقى معنى كده ان اللينث والاريا الاثنين انفرس بروبورشنال مع بعض. يبقى انا دلوقتي الاريا انفرس بروبورشنال مع اللينث. انا بيقول لي ان اللينث انكريز دبل، يبقى الاريا هتقل النص، هي دي اللي احنا بننساها. فايه اللي هيحصل للريزيستنس؟ الريزيستنس هي عباره عن رو ال اوفر اي، اللينث دبل بس الاريا انفرس بروبورشنال مع اللينث، يبقى الاريا هتبقى هاف. يبقى انا دلوقتي 2 اوفر هاف هتدينا كام؟ هتدينا 4. يبقى ديت كده هتبقى 4 عندي. فديت برضو من الحاجات اللي احنا ناخد بالنا منها كويس قوي، عشان خاطر ان احنا ما بناخد يعني بننساها او كده. لو الفوليوم كونستانت او ستريتشد او كومبريسد او بيقول لي ان هو ريفورمد، يبقى الاريا واللينث انفرس بروبورشنال مع بعض. لو كان اللينث قل يبقى كانت الاريا هتزيد والعكس. طيب بقيه السؤال بيقول ايه؟ بيقول لي لو انا عندي if the temperature increased what happened to conductivity. فطبعا ناس كتيره بتيجي تروح قايله ان هي not changed، ودي طبعا غلطه كبيره قوي. الكوندكتيفيتي هيحصل لها ديكريزنج. ليه؟ الكوندكتيفيتي هي فيزيكال بروبرتي ديبند على كايند اوف ماتيريال والتمبرتشر. هنا غير التمبرتشر، هو زود التمبرتشر. لما التمبرتشر تنكريز يبقى معنى كده ان الريزيستيفيتي هتنكريز، والكوندكتيفيتي عكس الريزيستيفيتي، يبقى الكوندكتيفيتي هيحصل لها ديكريزنج. اتمنى ان هي تكون لحد هنا تمام. زياد صح، انت صح 16 to 1 دي اللي هي في سؤال دوت، دي 16 to 1 انت صح 4 times 4. طيب نخش على الجزء بقى اللي بعديها. سؤال بيجي دايما ومؤخرا بقى يجي تشوز، يعني اللي هو في سؤال تشوز كده ولا حاجه، اللي هو يقول لك فايند الايكوفالنت ريزيستنس. مش دايما بيجي، يعني لو ما جابوش بيجيب حاجه ريليتد لي، اللي هو عشان تجيبها لازم يعني هات مثلا التوتال كارنت، فلازم تجيب ايكوفالنت ريزيستنس في النص. فطبعا السؤال ما فيهوش مشكله. مثلا لو مسكنا حاجه زي كده هنلاقي ان احنا عندنا ال4 وال6 مع بعض هما اللي سيريس، بس هيدونا 10.
10 مع 10 بارل هيدونا 5، 5 مع 7 سيريز هيدونا 12، ال 12 اللي هتطلع كلها تبقى بارلل مع ال 4 هتدينا 3، في الاخر هنلاقي ان ال 4 وال 3 وال 4 سيريز مع بعض يبقى هيدينا 11. طبعا هي ما فيهاش مشكلة، عايز بقى انا انبه على دي وعايز اعملها بثلاث طرق او اوريكم مثلا ثلاث صور هي ممكن تيجي فيها. هي ممكن تيجي بالمنظر ده او دلوقتي. هي لو جت بالصورة العادية ديت وهو بيقول لي مثلا هات لي الايكوفالنت ما بين الاكس والواي، هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان انا عندي بارلل. فين البارلل؟ ال5 وال6 دول بارلل مع بعض اهو، من الناحيتين واصلين، مفيش اي حاجة في الطريق ما بينهم، يبقى دول بارلل مع بعض. هنلاحظ كمان ان ال6 وال20 بارلل مع بعض، يبقى انا كده ال5 وال6 وال20 هيبقوا كلهم بارلل مع بعض، يبقى دول كده هيدونا كام؟ ثانية افتكر، هيدونا 2.4. غشيتها من الانسر، دول كده هيدونا 2.4 التلاتة مع بعض. يبقى انا الرسمة بتاعتي كأنها عندي ال 3، كأن انا عندي ال 3 ومعاهم ال 2.4، وادي الاكس وادي الواي، والزد بقى انا ممكن اسيب الواير اللي هو واصل دوت كده ما جيش جنبه. يبقى انا لو حبيت اجيب ايكوفالنت ما بين الاكس والواي، يبقى الايكوفالنت ما بين الاكس والواي دوت هيبقى 5.4، ما فيهوش مشكلة. لو حبيت اجيب ايكوفالنت ما بين الزد والاكس فهي هي هتديك برضو اللي هم دول اللي هم 5.4. لو حبيت اجيب ايكوفالنت ما بين الزد والواي، الزد والواي هيبقى زيرو. يبقى تاني انا عملت ايه؟ انا شايف من غير ما ابص على بوينتس ولا اشوف السورس واصل فين ولا الكرنت ماشي ازاي، انا شايف ان التلاتة دول بارل كده، محققين ان هما بارل. يبقى معنى كده انا هعملهم احط الايكوفالنت مكان اي واحدة فيهم، انا حطيته مكان الفايف وشلت الاتنين التانيين دول خالص، الواير ده يفضل زي ما هو عادي ما جيتش جنبه. يبقى انا عايز ايكوفالنت ما بين اكس وواي يبقى 5.4، ما بين زد وواي هيبقى زيرو، ما بين اكس وزد هي هي ما بين الزد والواي. طيب انا ممكن يجي لي حاجات تانية اللي هما الشكلين مثلا اللي تحت، ان هو يبقى الواير ده مثلا مش موجود. ومرة ان الواير ده مش موجود. المسألة ديت كده اللي هي تحت على اليمين، ال R equivalent اللي ما بين ال R equivalent اللي ما بين ال X وال Y هتبقى equal ايه؟ هنلاحظ ان انا كده عندي ال 20 وال 6 دول parallel مع بعض، بس مش هيمشي فيهم current لان الكرنت هيمشي هنا بس، دول كده واصلين مع الزد والزد مش هيمشي فيها current لان انا مش موصل الزد. يبقى معنى كده ان ال 3 وال 5 بس، يبقى ديت كده هتبقى ايه؟ انما لو جيت عملت الايكوفالنت ما بين الاكس والزد، يبقى انت هتاخد ال 3 والاثنين دول وال5 مش هيمشي فيها كارنت، مش هتتاخد معاك. ولو عملت ايكوفالنت ما بين الواي والزد يبقى ال 3 دي مش هتتاخد معاك. يبقى ناخد بالنا ان لو هو غير هنا مثلا، لو عندي ال5 وال6 دول هيبقوا بارل على طول، يبقى انا كده لو وصلت ما بين الاكس والزد يبقى انا هاخد الاثنين دول بس اللي هم 23. لو انا وصلت ما بين الاكس والواي يبقى ال 20 مش هتتاخد، مش هيمشي فيها كارنت، الحته اللي مش هيمشي فيها كارنت ملهاش لازمه عندي، وهكذا. يا ريت بس ننقل دول، دول طبعا مش في المنظمه، يا ريت مثلا ان احنا ننقلهم بحيث ان احنا ناخد بالنا منهم التركات ممكن تبقى عامله ازاي. طيب عندي مثلا حاجه زي ديت برضو سهله، اعتقد ما فيهاش مشكله، التلاته ريزيستورز دول هيبقوا بارل مع بعض. طبعا في ناس مثلا بتحاول ان هي تقسم الكرنت او كده، ودوت بيعمل مشكله لان هي مش بتيجي بتقسيم الكرنت. احنا بنلاقي ان الناين والايتين دول واصلين من الناحيتين على بعض، مفيش ما بينهم اي اكسترنال كونكشن، يبقى دول كده بارل ليهم نفس الفولتج، وبنفس الطريقه الناين والتويلف دول من الناحيه دي نفس الكلام بارل مع بعض، يبقى التلاته بارل مع بعض.
هبوريكم الحاجات اللي هي بس فيها تريكات، حاجة زي كده مثلا هي هتبقى سهلة بالنسبة لنا هنعرف نعملها. حاضر يا حازم والله، بس عشان خاطر الكلام كتير بس الوقت يكفي معانا، وكده كده اللايف هيكون متسجل يعني. طيب بالنسبة لديت بقى هي اللي ممكن ان هي تخدع ناس كتيرة، فديت مثلا نركز فيها دلوقتي. انا من الرسمة اللي قدامي كل اللي واضح ان انا عندي ال 7 وال 3 دول سيريس مع بعض، ال 6 وال 4 دول سيريس مع بعض، مش شايف اي حاجة تانية، اعمل اللي واضح بس. فلو عملنا دول كده هتبقى عاملة ازاي؟ هيبقى عندي 10 و 6، سوري ال 6 وال 4 هيبقوا 10، ال 3 وال 7 هيبقوا 10، وال 10 دي زي ما هي، ودول ال points of connection زي ما هم، وال 5 اللي في النص دي اهي كده. الشكل اللي قدامك ده شكل ايه؟ الشكل اللي قدامك ده شكل بريدج لو تفتكروا. عندي 4 ريزيستورز اهم على 4 بوينتس، وفي ما بينهم اللي هي الريزيستنس اللي بنسميها الريزيستنس الرخمه او البريدج بتاعتي. فاحنا هنلاحظ هنا ايه؟ هنلاحظ ان هي البريدج ديت بالانسد. يعني ايه بالانسد؟ يعني المفروض ان الاربعه اللي بره قد بعض، فيبقى كده الجزء اللي هو اللي جوه ده او البريدج نفسها مش هيمشي فيها كارنت فهتتشال. يبقى كده هي الرسمه بقت بالمنظر ده بس. يبقى انا ال 10 وال 10 عندي موجودين سيريس مع بعض، وال 10 وال 10 سيريس مع بعض، كل دوت معاهم بارلل، فهيدينا في الاخر 10 اوم. اعتقد ان هي بتبقى سهله بعد ما بنشيل ال 5 اللي في النص. طيب هنا نبص مثلا على دي اخر فكره معايا في الايكوفالنت او الافكار اللي احنا عايزين نشوفها. لو بصينا كده هنا هنلاحظ ان انا عندي هنلاحظ 8 وال7 دول، ال 8 وال7 دول مع بعض سيريس، وال 20 ال 20 مش واصله معاهم، او هي واصله بارك. بعد ما نوصل ال 8 وال7 سيريس مع بعض هيدينا 15. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان انا عندي واير، الواير ده يعتبر شورت كات. ليه؟ لان هو واصل بارلل مع ال 20 وواصل بارلل مع ال 7 وال 8. يبقى انا دلوقتي عندي في اهو الواير ده واصل مع ال 20 من الناحية دي اهو، يبقى هو عامل معاه شورت كات، وواصل مع ال 7 وال 8 اللي هم عملوا 15 من الناحية دي، يبقى هو عامل معاهم شورت كات. يبقى الكرنت لما يجي يمشي، الكرنت هيمشي فين؟ الكرنت هيمشي كده، هيمشي في الشورت كات، هيتقسم في الاتنين دول، ومش هيمشي في الاتنين اللي فوق خالص. يبقى معنى كده الاتنين اللي فوق دول احنا ممكن ان احنا ايه نشيلهم، وال 20 كمان ممكن ان احنا نشيلها. يبقى احنا هنعمل ال 15 وال 30 بس بارل مع بعض، هيدونا 10 بس كده، خلصت المسألة. فناخد بالنا برضو من الشورت كات، وساعات بيكون في كي ويقفله، بعد ما يقفله يبقى عمل شورت كات، يبقى كده هو شال. بس كده ديت الافكار اللي هي موجوده في السيريس والبارل هناخد بالنا منها. عملت الست اكزامبلز دول، يبقى انت كده خلاص تمام السيريس والبارل تمام. جيت لقيتهم معصلغين، يبقى ارجع للدرس بتاع السيريس والبارل، او اتمرن عليهم اكتر شويه. يبقى كل بوينت انا ماشي عليها لازم اتمرن اكتر فيه. فضل شويه 2017 و2018 يجيب دايما البروف، يا اما بتاع السيريس يا اما بتاع البارل، يا اما اللي هو البروف بتاع الاكسترنال فولتج اللي هو بيقول ان في اكسترنال ايكوال في بي ماينس اي ار. بعد كده بدا من السنه اللي فاتت ان هو يغير، ويبدا يخش في بروفس، في بروفس في شابتر 4، سوري بروفس بتاع شابتر 2. فلو هو طبعا بالترتيب يبقى هو هيخش السنه دي في 3، بس طبعا الله اعلم، محدش يعرف حاجه. فاحنا نذاكر الثلاثه بروفس اللي موجودين في تشابتر 1 كويس، اللي هم الايكوفالنت بتاع البارل، والايكوفالنت بتاع السيريس، والبروف بتاع اللي هو في اكسترنال. في طبعا سامبل كويستشنز ديت بتيجي كده عليها درجه، سواء بيحطها تشوز او سواء بيحطها واتس مين باي، اللي هو بتستخدم فيها ال i equal q over t او ال q equal i في t، بيديك ال current يديك ال time، ويطلب ال q او ان هو يديك ال q t ويطلب ال i وهكذا. طبعا مسائل سهلة جدا ناخد بالنا منها عشان خاطر في ناس ما بتحلش عليها كتير فبتنسى الرول، خصوصا الرول بتاع الفولتج اللي هو w over q.
نخش بقى في مسائل اومز لو. هستأذنكم بس حاجة دلوقتي، الملزمة اللي معاكم الرقم ده مكتوب 14، عدلوه خلوه 30، عدلوه لان هو غلط، 14 غلط. مسائل اومز لو فور كلوز سيركت، هو السيركت بتبقى عندي كلها بيبقى فيها انون، بيطلب الانون دوت. يعني مثلا ممكن يكون الانون هو الاي توتال، الفي بي، الار ايكوفالنت، ممكن يكون ريدنج بتاع فولتميتر، اميتر، وهكذا. فمثلا هنا مسألة زي دي بيقول لي انا عندي من الداتا اللي في الرسمة هات لي الريزيستنس بتاعت الباتري. انا اللي اعرفه ايه؟ كل اللي اعرفه في الرسمة ان انا عندي هنا في 12 اوم ماشي فيها مين؟ ماشي فيها 1 امبير. يبقى انا عندي ار واي على طول اجيب التالتة بتاعتهم اللي هي الفي، يبقى انا عندي الثلاثي اللي هو في اي ار، عندي اي وار اجيب الفي، عندي في وار اجيب الاي، وهكذا اللي ناقصني اجيبه. يبقى انا هجيب الفولتج هنا هيدينا 12 فولت. بعد ما نجيب الفولتج انا عارف ان في البارل الفولتج ايكوال، يبقى معنى كده ان الفولتج هنا هو هو الفولتج هنا، يبقى ال 12 فولت ديت هي هي ال 12 فولت دي. طيب اقدر اجيب الكرنت اللي تحت، يبقى الكرنت اللي تحت دوت هيبقى ايكوال ايه؟ هيبقى ايكوال في اوفر ار، هيدينا 3 امبير. طب حلو جدا، بعد ما جبت الكرنت ده ممكن ان انا اشتغل عند النوت ديت، عندي 1 امبير وعندي 3 امبير خارجين، يبقى كده اللي داخل عليهم هيبقى كام؟ اللي داخل عليهم هيبقى 4 امبير. طيب كده بقى عندي الكرنت التوتال وعندي الفولتج التوتال، اقدر اجيب الار ايكويفالنت او الار توتال، وناقصني الار سمول بس. فاحنا ممكن نشتغل عادي بالرول بتاع اومز لو فور كلوز سيركت، اللي هو بيقول ان الاي ايكوال في بي اوفر ار ايكويفالنت بلس ار سمول. مين عندي ومين ناقص؟ انا عندي الاي وعندي الفي بي، ناقص الار ايكوفالنت والار سمول. الار ايكوفالنت احنا ممكن نحسبها عادي من الرسمه، هنقول ان ار ايكوفالنت هتبقى ايكوال ال 4 سيريس مع ال 4 وال 12 بارلل، يبقى 12 تايمز 4 اوفر 12 بلس 4، يبقى ده كده هيبقوا 3، يبقى 4 بلس 3 هيدينا ايه؟ 7 اوم. يبقى كده دي الار ايكوفالنت. لو عوضنا بقى في المساله بتاعتي يبقى كده عندي ال 4 ايكوال 30 اوفر ار ايكوفالنت اللي هي ب 7 بلس ار سمول. بس احنا هنعمل كروس مالتيبليكيشن، هنطلع الناس اللي ضعيفه شويه في الموضوع دوت. انا هبدل، هعمل كأن ديت ما فيش تحتيها حاجه يبقى هي اوفر 1، انا هطلع البراكت دوت فوق واروح منزل ده مكانه عادي جدا. لو هو تحت بيعدي الناحيه التانيه بيطلع فوق، لو هو فوق بينزل تحت، يبقى كده بقى عندي 7 بلس ار. الموضوع دوت هتحسوه عبيط شويه، في ناس بتقول ايه اللي المستر بيعمله دوت في ريفيجن ليله الامتحان، بس فعلا هو بيودي في داهيه بعد كده. يعني لما بيكون عندك مساله فيها ريشيو او كده ما فيهاش انونز، او سوري ما فيهاش ارقام، بيبقى كله انونز، فانت لازم تبدل وتعمل كده بايدك، مفيش كالكوليتر او حاجه تعملها، وبعد كده بنلاقي ان الدنيا صعبت او كده. فديت كده تدينا 7.5، اللي بالبوزيتيف هيروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى كده هتروح ماينس 7، يبقى الار سمول هتدينا 0.5 اوم. دي كده طريقه. المساله ديت ليها طريقه ثانيه، ايه هي؟ ان انا الريزيستنس اللي هي 4 اوم اللي فوق ديت ممكن ان احنا نجيب الفولتج بتاعها اللي هو 4 تايمز 4 هيدينا 16 فولت. بعد ما نجيب الفولتج اقدر كده اجيب الفي اكسترنال. ليه؟ الفي اكسترنال اللي هي بتاعت الباتري هي عباره عن ال 16 بلس ال 12 اللي هم من بره، ما حدش يجمع عليها ال 12 ديت، لان ال 12 دي هي هي ال 12 دي، ما ينفعش اجمعها مرتين. هنجمع الاثنين دول هيدونا 28، يبقى ديت الفي اكسترنال. واحد ممكن يروح شغال بالرول بتاع الفي اكسترنال اللي هو عباره عن في بي ماينس اي ار سمول، هيقول انا عندي الاي وعندي الفي بي وعندي الفي اكسترنال جبتها، يبقى اقدر ان انا اجيب الار سمول. يبقى الطريقتين بالنسبه لك صح، ما فيهمش اي مشكله. كل مشكلتي خدنا ليه ال 4 امبير، لان ال 4 امبير ديت التوتال اومز لو فور كلوز سيركت بيشتغل على التوتال كرنت، يعني اي ايكوال في بي اوفر ار ايكوفالنت بلس ار سمول. الاي دي هي التوتال كرنت، يبقى التوتال كرنت اللي هو ماشي في الباتري اللي هو ال 4، عشان كده انا اشتغلت بال 4.
وهنا نفس الكلام برضو اللي في الرول دوت، الاي ده اللي هو الكرنت اللي ماشي جوه الباتري اللي هو التوتال كرنت. ايا كانت الطريقه اللي تيجي في بالك اسرع هي اللي بتحل بيها، ما فيهاش مشكله، بس الطريقه الاولانيه هي المفضله اكتر شويه. هنا برضو نفس الكلام، فكره من الافكار ديت. دي مثلا كانت جايه قبل كده في سنه فاتت، وكانت تشوز، هو بيقول لي ان الفولتج دول 4 لامبس A و B و C، وكل واحده شغاله ب 12 فولت، عايز الاي ام اف بتاعت السورس. طبعا الاي ام اف هو الفي اكسترنال لما الار سمول تكون بزيرو، فانا عندي دي 12 واللي تحتيها 12 ودي 12، هو قال لي ان هما كلهم ب 12. فناس كتيره راحت مجمعه ال 12 وال 12 اللي تحت بعض دول، هي دي الغلطه بس في الموضوع. هو المفروض ان انا باخد ال 12 دي مع ال 12 دي، لان الفولتج بتاع دي هو الفولتج بتاع دي هو نفس الحاجه، ما ينفعش ان انا اجمعهم مرتين، هو بتاع الايكوفالنت بتاعه. يبقى انا عندي دول كده عليهم 12 وده 12، يبقى كده الفي بي هتبقى ايكوال 24 فولت بس كده. فاعتقد ان هي سهله ما فيهاش مشكله، هي بس ان في ناس بتتخدع فيها، فكان لازم ان انا اوضحها. دي سهلة برضو ما فيهاش حاجة، هو مدينا الريدنج بتاع الفولتميتر وعايز الفي بي، فانا اقدر اجيب الكرنت التوتال، وبرضو من اومز لو فور كلوز سيركت هنقدر ان احنا نشتغلها عادي، برضو ديت هتحلوها. هنا نوعية بقى اسئلة تانية، اللي هو بيبقى مديك ريزيستنس انون في السيركت ويقول لك هات لي الريزيستنس ديت بكام. دي نوعية مسائل انا هسيبها لكم انتوا تعملوها. برضو في منها زي المسألة ديت ان انا بشتغل بأومز لو فور كلوز سيركت، وفي منها ان انا بشتغل بالإكوفالنت ريزيستنس. هنا برضو اعتقد ان هي مفيهاش مشكلة، الأسئلة اللي انا بعديها لو فيها مشكلة ممكن تبعتولي واتساب واعمل لكم الحاجة اللي فيها مشكلة. برضو هنا نفس الكلام، في ار انون هنا مديك الإكوفالنت وفي ار انون، كل الأسئلة ديت أسئلة امتحانات سنين فاتت، فناخد بالنا منها. نخش بقى على البوينت اي، ودي بوينت مهمة جدا جدا جدا، مفيش امتحان سواء دور اول سواء دور تاني سواء موديل من موديلز الوزارة سواء امتحان سودان ما بيجيش فيه السؤال ده، ان هو دايما بيجيب لك سيركت ويحط لك 2 ميترز، ميتر يعني اميتر او فولتميتر، ويقول لك انا هعمل تشينجينج في ريستيت او هعمل كلوزنج او اوبننج لكي، فايه اللي هيحصل للريدنج بتاع الفولتميتر او الاميتر او الكلام ده. المساله ديت انا حاططها محلوله وعامه لكل الحاجات اللي ممكن ان هي تجيلك، في ما عدا حاجه بصراحه انا نسيت احطها، هو الكي هتكتبه مثلا كده ان انا لو عملت اوبن للكي فايه اللي هيحصل. نمسك اول حاجه مثلا الاميتر، الاميتر المفروض ان هو بيقيس التوتال كارنت، لان هو واصل على طول اهو، هم كده كده كلهم سيريس، يبقى هو بيقيس التوتال كارنت اللي هو في بي اوفر ار ايكوفالنت بلس ار سمول. فانا لو عملت انكريزنج للريزيستنس، ما دام انا زودت ريزيستنس يبقى التوتال ريزيستنس اللي في السيركت زادت، يبقى معنى كده ان التوتال كارنت قل، يبقى كده اللي هيحصل للريدنج بتاع الاميتر ان هو هيحصل له ديكريزنج. بالنسبه لو عمل لها ديكريزنج يبقى العكس هتبقى انكريز. بالنسبه للكي بقى، لو كان في كي وعملت له اوبننج، يعني مثلا كي هنا كده مع الباتري او خليه مثلا هنا كده وعملت له اوبننج، يبقى كده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الكرنت هيبقى بزيرو، ما فيهاش مشكله خالص، صح؟ يبقى كده الاميتر اعتقد ان هو ما فيهوش اي مشكله او طب بالنسبه لاي حد. بالنسبة بقى للفولتميتر الأولاني برضو من أسهل الحاجات، هو التريكات كلها في V2 V3. V1 هو بيقيس على ريزيستور R1، يبقى هو بيقيس I في R، فبيتصرف زي الكرنت بالظبط. لو الكرنت عمل ديكريز يبقى هي هتديكريز، عمل انكريز هتبقى هي انكريز، لو الكرنت بزيرو يبقى هي بزيرو. نخش بقى على V3 الأول بعد كده نرجع ل V2. V3 بتقيس أكروس الباتري، يبقى هي بتقيس V external اللي هي عبارة عن في بي ماينس اي ار سمول. الفي بي كونستانت، الار كونستانت، الحاجه الوحيده اللي بتتغير هي الكرنت. فانا لما ازود الفاريبل ريزيستنس يبقى كده الكرنت هيديكريز، لما الكرنت يديكريز وفي نيجاتيف هتقلب مونوتوني، يعني لما بيبقى في ديكريزنج جنبيها نيجاتيف بتقلبها انكريز، لو في انكريزنج جنبيها نيجاتيف بتقلب ديكريز، عكس بعض.
يبقى كده انا الكرنت بيعمل ديكريزنج وفي جنبيه نيجاتيف، يبقى الفاليو دي كلها هتعمل ايه؟ هتعمل انكريز، يبقى هي عكس الكرنت. ونفس الكلام لو عملت ديكريزنج، يبقى العكس طبعا، يعني لو عملت ديكريزنج للريزيستنس التوتال كرنت هي انكريز، يبقى الفي 3 اللي هي الفي اكسترنال هتعمل ديكريز. طيب دول بالنسبة اللي هم الميترز. بالنسبة لي لو انا عملت اوبننج للكي، فالكرنت بيبقى بزيرو. لما الكرنت بيبقى بزيرو يبقى في 3 هتبقى ايكوال في بي. في ناس كتيرة جدا 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 بتتلخبط في دي وبتروح عاملة ان هي هتبقى بزيرو، تقول ايه ده الكرنت بزيرو يبقى الفولتج بزيرو. لا، ده بيقيس الفي اكسترنال. لما الكرنت بيبقى زيرو ده بتزيده وبتبقى ايكوال الاي ام اف بتاعت السورس كلها. نخش بقى لو الفولتميتر واصل مع الفاريبل ريزيستنس. لو الفولتميتر واصل مع الفاريبل ريزيستنس يبقى كده هو بيقيس اي ار 2. كده عندي اتنين فاريبلز، في عندي حاجتين بيتغيروا، لان انا بزود الار 2 يبقى الار 2 ديت بتزيد والكرنت بيقل. بس لو كانوا بيقلوا بيزيدوا بنفس الريشيو يبقى كده نو تشينج، بس مش ده اللي بيحصل. الحقيقه ان ار 2 بتزيد وبتقل اسرع من اي، فهي اللي بتغلب. يعني انا دلوقتي لو ار 2 بتنكريز والاي بتديكريز، فالار 2 هي اللي هتغلب وتخلي الفاليو بتاع الفي 2 كلها هتنكريز، والعكس لو الار 2 هي اللي بتديكريز هتخلي الفاليو دي كلها بتديكريز. نقولها بطريقه علميه، احنا ممكن بدل ما نقول ان الفولتميتر ده بيقيس اي في ار 2، احنا ممكن نقول ان هو بيقيس من بره، بيقيس البطاري اللي هي في اكسترنال في بي ماينس اي ار سمول، وبتقيس على ار 1 اللي هي اي في ار 1. فهنلاحظ ان دي هتكون بالنيجاتيف طبعا لو عملناها بساينز او كده، هنلاحظ ان النيجاتيف اي اتاخدت كومن فاكتور اهو، يبقى في بي ماينس اي في ار 1 بلس ار سمول. هنلاحظ ان هي بتتصرف كده زي نفس التصرف بتاع الفي اكسترنال، لان ار 1 بلس ار سمول كلها على بعض دي كونستانت، يبقى انا اللي بيتغير عندي هو الكرنت وفي بي برضه كونستانت. يبقى انا لما الكرنت يديكريز يبقى في جنبي نيجاتيف، هتقلب هتخليه يبقى ايه؟ يبقى انكريز. لو الكرنت بي انكريز يبقى النيجاتيف هتقلب هتخليه الفاليو كلها هتخليها ديكريز. فناخد بالنا من الفولتميتر لما يكون واصل على فاريبل ريزيستنت. ولو الكي اوبن يبقى برضه نفس الكلام، ديت هتبقى زيرو ما فيهاش مشكله يعني. طيب دي بتيجي في الامتحان، يعني مش اللي هو ممكن وممكن، اللي هو في احتمال ان هي تيجي وفي احتمال ما تجيش، لا هي بتيجي كل سنه، يعني بتيجي من اول 2017 لحد المودلز بتاعت السنه دي بتيجي في كل امتحان، فلازم ناخد بالنا منها كويس جدا جدا جدا. دي كل الكيسز اللي انا حاولت افكر فيها بتاعتها. في شويه حاجات ريليتد، هو ان انا لما يبقى عندي كي كده وبعمل له كلوزنج او اوبننج، فكده انا بوصل ريزيستور بارل وبشيلها، فايه اللي هيحصل لي برضو الميترز اللي موجوده اللي هو الاميتر الاولاني والاميتر الثاني والفولتميتر وكده، ايه اللي هيحصل؟ انا دلوقتي لما اروح اعمل كلوزنج للكي يبقى انا وصلت ريزيستور بارل مع الريزيستور دي، فكده التوتال ريزيستنس هيحصل لها ايه؟ هتقل ولا هتزيد؟ التوتال ريزيستنس كده هتقل، يبقى التوتال كرنت اللي هو الريدنج بتاع الاميتر دوت هيزيد، يبقى كده التوتال كرنت هيزيد. الموديل انسر يا هنا هتلاقيه في البوست اللي انا حاطه في الديسكريبشن او هتلاقيه في البيج بتاعتي. مين انت قصدك على ايه في في بي يا نعيمه؟ في اللي هي المساله اللي قبليها، لو انا عملت اوبننج للكي فهي مش هتقيس الفي بي، لان هي هتيجي هنا هتلاقي جاب، يبقى هي مش هتوصل ان هي تقيس الفي بي. انما لو كان الكي جوه هنا كان هتقيس الفي بي، انما الكي بره، فانا لما هاجي اعمل اوبننج للكي لو جيت مشيت من الناحيه دي مش هعرف، هتلاقي في كي اوبن في جاب هوا موجوده، يبقى كده بتخلي الريدنج بزيرو. انما دوت هو قايس على الباتري الكي براها، يبقى كده هي هتقيس الفي بي عادي. طيب نرجع للمساله ديت تاني. يبقى انا لما اعمل كلوزنج للكي كده هوصلت ريزيستنس ان بارلل، يبقى التوتال ريزيستنس بتاعت السيركت هيحصل لها ايه؟ التوتال ريزيستنس بتاعت السيركت هيحصل لها ديكريز، يبقى كده الريدنج بتاع الاميتر هيحصل له ايه؟ هيحصل له انكريز. حلو جدا. بالنسبه للريدنج بتاع الفولتميتر، هو بيقيس الاي في الار ديت، دول مش قد بعض، انا حطيتها بس كده اكزامبل وخلاص.
الفولتميتر ده بيقيس اي في ار، فلما الاي تي انكريز يبقى الريدنج بتاع الفولتميتر هي انكريز، ما فيهاش اي مشكله. تعال نبص بقى للاميتر ده، هو بيقيس الكرنت اللي ماشي في الريزيستور ديت بس. ايه اللي هيحصل؟ كان التوتال كرنت هو اللي ماشي فيها، بعد ما عملت كلوزنج الكرنت بدأ يتقسم جزء هنا وجزء هنا، بس التوتال كرنت زاد، بس ما زادش بالقدر الكافي ان هو يدي الريزيستنت ديت نفس الكرنت، يبقى هي كده بتقل. طب نقولها بطريقة تانية علمية، لان انا اللي قلته دوت اي كلام بصراحة. نقولها بطريقة علمية. الطريقة العلمية بتقول ايه؟ انا الفولتج حوالين الريزيستنت ديت هو هو الفولتج حوالين الريزيستنت دي، ما فيهاش مشكلة. بس هو بيقيس ايه؟ بيقيس الفي بي ديت ماينس اي ار سمول ماينس الاي ار ديت ماينس الاي ار ديت وهكذا. يبقى هو بتقيس الفولتج حوالين دي او دي، هو بيقيس ايه؟ بيقيس الفي بي ماينس اي في كذا ار، ار 1 بلس ار 2 بلس ار سمول وهكذا، اللي هم اللي من بره، ودول كلهم كونستانت ما بيحصلش فيهم حاجه. الحاجه الوحيده اللي بتحصل هي مين؟ الكرنت. الكرنت بيحصل له ايه؟ ده التوتال كرنت. التوتال كرنت بيقل لما انا سوري، التوتال كرنت مش بيقل، التوتال كرنت لما بعمل كلوزنج كي التوتال كرنت بيزيد. لما التوتال كرنت بيزيد وجنبيه في نيجاتيف، يبقى كده ايه اللي هيحصل للفاليو دي كلها؟ يبقى الفاليو ديت كده كلها هيحصل لها ايه؟ هتقل. في موديل انسر يا هنا ممكن تبعتي لي على الواتساب وابعته لك او كده بعد اللايف، مفيش مشكله. هو موجود على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك، وموجود في الفيديو الاصلي في الديسكريبشن برضه، فخلينا ممكن بعد البتاع ابعته لك على واتساب او اي حاجه برضه لو انت مش لاقيه. يبقى انا تاني نرجع لموضوعنا. انا دلوقتي عندي الاتنين دول لما بيتوصلوا مع بعض بارل، التوتال ريزيستنس بتقل، التوتال كرنت بيزيد، الفولتج عليهم هو دوت. يعني لازم نبقى مقتنعين بيها ان الفولتج هيبقى من بره هو عباره عن زي ما عملنا في الفاريبل ريزيستنس، هو الفي بي ماينس اي ار سمول ماينس الاي ار دي ماينس الاي ار دي. النيجاتيف اي هتتاخد كومن فاكتور، يبقى هي ماينس اي في شويه ارات. الكرنت كله على بعضه بيزيد وفي نيجاتيف، يبقى كده الفاليو بتاعت الفولتج هنا وهنا بتقل. الريزيستنت دي الفولتج بتاعها لوحدها بيقل، يبقى الكرنت بتاعها لوحدها هو كمان هيقل، يبقى الكرنت اللي هو A2 هيقل، هيحصل له ديكريز. يبقى كده انا قدرت اعرف الريدنج بتاع الاميتر ده هيحصل له ديكريز ولا انكريز بسهوله جدا من خلال الفولتج. لو ان انا حاولت اقسم بقى الكرنت والكلام ده، فانا هضطر ان انا اجيب التوتال كرنت مرتين وبعدين ان انا اقسمه وهكذا، فطبعا السؤال هيطول معايا، وهو في الغالب لو جه هيجي في تشوز يعني. طيب نبص معاه على 3 4، ودول من الاسئله المهمه جدا. انا حابب ان انا هسال وانتوا تقولوا لي في الكومنتس ايه اللي هيحصل بالنسبه لل 3 لما اعمل كلوزنج للكي، ايه اللي هيحصل للريدنج بتاع الاميتر، هي انكريز ولا هي ديكريز ولا هي ستي كونستنت. ولما خلينا كلوزنج الكي بس، وهنا في 4 لما اعمل كلوزنج للكي هي انكريز ولا هي ديكريز ولا هي ريمين كونستنت. عايزكم انتوا تقولوا لي في الكومنتس هي ايه اللي هيحصل لهم. انا يا حسين، هو انا دخلت في السؤال اللي بعده، ف يعني ممكن تسألني على الواتساب، ما فيش مشكلة. ماشي. انكريز ديكريز انكريز انكريز ديكريز. نقول مين اللي ديكريز، يعني اللي هو سؤال 3 ولا سؤال ولا سؤال 4؟ بس يا جماعة في 52 واحد في اللايف، يعني المفروض الناس تخش تجاوب، مفيش غير 5 اللي جاوبوا. decrease increase increase.
3 decrease 3 decrease. طيب اجاوب انا. يا محمود هو السؤال قدامك يا محمود، اقول السؤال تاني ليه؟ decrease decrease ماشي، دي 3 decrease. طيب هو اغلب الناس مجاوبة ان 3 هتكون decreased. هو في 3 لما اعمل closing للكي اللي هيحصل ان هو هيرمين constant الريدنج ده الاميتر، وناخد بالنا منها لان ديت جت قبل كده في امتحان وناس كتيرة وقعت فيها، لان 3 مش decreased، 3 هتبقى remain constant يا جماعة. ليه؟ دلوقتي الباتري الـ internal resistance بتاعتها بزيرو، يبقى كده الفولتج اللي على R2 هو عبارة عن الـ VB، الفولتج اللي على R1 لما أعمل closing للـ B هيبقى VB. أصلا ما هو أنا عشان كده قلت لكم جاوب، عشان أنا عارف إن دي دايما الناس بتقع فيها، عشان كده أنا حبيت إن أنا يعني أفوقكم فيها شوية. لا يا جماعة أنا مش بهزر. اسمه إيه دوت؟ تاني، انا دلوقتي الفولتج هنا الفي اكسترنال هي الفي بي بس، ليه؟ لان ار سمول بزيرو، بروز ان ار سمول بزيرو. بص هو الفرق ما بين السؤالين ايه؟ ان هنا في ار سمول بزيرو، هنا ار سمول نوت ايكوال زيرو، هو ده الفرق ما بين السؤالين وهيفرق في الاجابه. دلوقتي الفولتج اللي على الريزيستنس هو عباره عن الفي بي لان هو بارل مع الباتري، الفولتج اللي على دوت بعد ما اعمل كلوزنج هيبقى برضو الفي بي. دلوقتي الكرنت اللي ماشي اللي هو الريدنج بتاع الاميتر الكرنت دوت هو عباره عن ايه؟ مش هو عباره عن في بي اوفر ار 2؟ هو حضرتك لما تعمل كلوزنج الكي او اوبننج الكي، هل الفي بي اللي هي الاي ام اف بتاعت الباتري اللي هي كونستنت هل هتتغير؟ لا. هل ار 2 هتتغير؟ لا. يبقى معنى كده الريدنج بتاع الاميتر مش هيتغير. بعد ما اعمل كلوزنج وهعمل انكريزنج او ديكريزنج ل ار 1 برضو نفس الكلام اللي هيحصل، مفيش اي حاجه، يبقى كده برضو هتبقى كونستنت لان برضو الفولتج عليها ايكوال. زي يا جماعه الموضوع اللي هو ان انت في البيت وموصل لمبتين، لما بتقفل واحده وتفتح التانيه، تفتح التانيه والاولانيه مفتوحه، ايه اللي هيحصل للومنيشن؟ بتقول ولا حاجه، عشان خاطر هم بارلل مع السورس اللي هو سورس كويس وحلو وجميل، الار سمول بتاعته تعتبر اولموست زيرو، يبقى معنى كده الكرنت اللي هنا مش هيتاثر بالكرنت اللي هنا، بيمشي اندبندنت. انما لو السيركت عندك فيها مشكله، السلوك في الحيطه بايظه، البيت قديم شويه ومشغل تكييفات وحاجات تقيله، كل ما بتيجي بتفتح لمبه بتلاقي التانيه اضاءتها ضعفت شويه. ليه؟ عشان في ار سمول، عشان في ريزيستنس في الواير، في ريزيستنس للعداد والكلام دوت، فكل ما بتشغل اكتر كل ما بتلاقي الاضاءه ضعفت اكتر في اللمبه اللي كانت شغاله. ده اللي بيحصل في فور. في فور انا لما ببص كده الفولتج اللي على R2 هو عبارة عن ال V external بقى، اللي هي عبارة عن VB minus IR small، مش ال VB لأن في R small في الموضوع. يبقى ال current اللي ماشي هنا هو عبارة عن V external over R2، هتبقى decrease بقى. فأنا لما أعمل closing للكي يبقى ال total current هيحصل له increase، لأن كده ال total resistance قلت، يبقى ال total current هي increase. انا عارف لما التوتال كارنت انكريز كنا لسه اتكلمنا عنها كتير ان الفي اكسترنال هيحصل لها ايه؟ هتقل. لما الفي اكسترنال هتقل يبقى في اكسترنال اوفر ار 2 اللي هو الريدنج بتاع الاميتر هيقل، يبقى دوت كده هيحصل له ديكريزنج. ولو عملت كلوزنج للكي خلاص وابتديت ان انا ازود في ار 1، يبقى انا كده بزود التوتال ريزيستنس. لما ازود التوتال ريزيستنس يبقى معنى كده ايه اللي بيحصل للتوتال كارنت؟ التوتال كارنت هيقل. لما التوتال كارنت يقل يبقى الفي اكسترنال بتزيد، يبقى معنى كده الريدنج برضه هيزيد، لان لما في اكسترنال هتزيد يبقى في اكسترنال اوفر ار كلها على بعض اللي هو الكارنت هيزيد، يبقى كده اللومينس هنا ساعات بتبقى لامبس ويقول لك اللومينس هيحصل ايه، وساعات بتبقى ريزيستنس واميتر ويقول لك الريدنج بتاع الاميتر هيحصل ايه. فهي لو لامبس نفس الكلام، لو الكارنت قل في اللامب يبقى اللومينس بيقل، لو الكارنت زاد في اللامب يبقى اللومينس بيزيد، برضه ما فيهاش اي مشكله. البوينت دي اللي هم هتلاقوهم اربع اسئله، اللي هو بداية من دي هي ديت أكتر واحدة فيهم بتيجي، ودي جت مرة واحدة، وديت برضو جت مرتين بس وقعت ناس كتيرة قوي لما جت، خصوصا اللي هي اللي على الشمال اللي هم كونستن دول، فدول نخلي بالنا منهم كويس جدا. بالنسبة بقى للبوينتس التانية اللي هو بيدينا
2 اميتر او 2 فولتميتر في السيركت، ويقول لي عايز الريشيو ما بين الاميتر ده وايه الفولتميتر دوت. المسألة ديت سهلة فانا هصعبها، يعني انا ممكن اشيل ال 12 فولت دي عشان هي كده سهلة زيادة عن اللزوم يعني، فانا هشيل ال 12 فولت دي كأنها مش موجودة، كأنه بيقول لي ان ديت بس هي في بي وخلاص. فانا عايز الريشيو ما بين بيقل في الحالة التانية، ما هو عشان خاطر ال V external بتقل، ما دام ال V external بتقل يبقى ال current هيقل، ان هو ال current عبارة اللي في ال resistor دي كان ال V external over ال R بتاعتها. طيب هنا هنلاحظ حاجة ظريفة جدا، ان انا عندي السيركت ديت لما بزود ال resistance هما parallel، فال total resistance برضو بتزيد، يعني ما هو نفس الموضوع. انا عندي مثلا عندي 2 ريزيستنس مثلا اللي هما 2 و 3 مثلا بارل مع بعض، ولو زودت واحدة مثلا خليتها 6 يبقى معنى كده ان التوتال بتاعهم هما الاتنين برضه هيزيد، ما فيش مشكلة. لما بزود واحدة في بارل التوتال بيزيد، لما بوصل واحدة بارل التوتال بيقل، ده في اختلاف في الموضوع. لما عندي ريزيستورز فيهم واحدة بارل زودتها يبقى التوتال هيزيد، انما لو كان في ريزيستور مش واصلة وانا رحت موصلها بارلي يبقى التوتال هيقل. ممكن يكون حصل لك اللابس هنا، هو انتوا كده هترجعوني عشان واضح ان في كذا حد بيسأل عليها. هنا ال V external هي عبارة عن VB minus I التوتال في R small. فأنا دلوقتي لما بعمل closing للكي يبقى كده التوتال ريزيستنس بتقل. لما التوتال ريزيستنس بتقل لما التوتال ريزيستنس بتقل يبقى معنى كده التوتال كارنت هيزيد. فلما التوتال كارنت يزيد يبقى الفي اكسترنال هتقل، لان هما عكس بعض. اهو انا دلوقتي لما يكون الكارنت هيزيد يبقى الفي اكسترنال هتقل، خلاص هما الاتنين كده عكس بعض، مفهومش مشكلة. فانا دلوقتي انا عايز اعرف الريدنج بتاع الاميتر ده هيحصل له ايه. هو الاميتر ده بيقيس ايه؟ مش ده بيقيس الكرنت اللي ماشي في R2 بس، يعني هو بيقيس الكرنت اللي تحت بس. الكرنت اللي في R2 دوت هو عبارة عن V over R، ال V بتاعتها على ال R بتاعتها، مش هي parallel مع البتري، يبقى هي ليها نفس الفولتج بتاع البتري. انهي فولتج؟ الاكسترنال اللي هو ده اللي هو بيقل، يبقى الفولتج اللي عليها بيقل. ال V external لما تقل يبقى الكرنت ده اللي هو V external over R هو كمان هيقل. يا ريت دي تكون واضحة كده. طبعا العكس، لما total resistance بتزيد يبقى الكرنت بيقل، يبقى ال V external بتزيد يبقى الريدنج ده بيزيد، ده اللي هو التانية اللي هي العكس بتاعتها. طيب دي تمام كده، فيها مشكلة يعني قولوا لي في الكومنتات لو في مشكلة، لو حد عنده مشكلة يبعت لي في كومنت دلوقتي. طيب حلو قوي. نرجع بقى ل J1. انا دلوقتي بيقول لي انا عايز الريشيو ما بين الفولتميترز ديت. فالسيركت ديت ممكن ان احنا نعمل لها سمبليفاي الاول، ان انا ممكن اقول ايه، عندي الريزيستورز اللي تحت دول اللي هم الار والتو ار والار، دول كده سيريس مع بعض، يبقى انا ممكن اجيب الايكوفالنت بتاعتهم هيدينا ايه، هيدينا 4 ار. يبقى انا عندي في R فوق واصلة مع البتري، وفي عندي 4R تحت، بسيطة جدا. هنلاحظ ان هنا مفيش في external، او ال V external هي V B علشان ال R small بزيرو، ديت حاجة حلوة جدا. يبقى انا كده ال current، الفيديو هيتساب يا جماعة، الفيديو هتلاقوه ان شاء الله على ال يعني هتلاقوه موجود على اليوتيوب، بس هو بيتعمل له بروسيسنج فبياخد وقت عقبال ما ينزل، بس هو هيتسيف ان شاء الله على اليوتيوب. فانا دلوقتي هنا عندي الكرنت اللي هنا هيبقى عبارة عن ال VB over ال R، لان هما parallel مع السورس على طول، يبقى هما واخدين الفولتج بتاع السورس. انما الكرنت اللي هنا يبقى دوت مثلا اسميه I1، انما I2 هيبقى ايكوال ايه، هيبقى VB over 4R، يبقى ده الكرنت I2 اللي تحت.
هنلاحظ ان انا عايز الريدنج بتاع الفولتميتر في 1، فهو الفولتميتر في 1 واحد هيقول لي مستر ما هو بيقيس على السورس على طول، يبقى هو بيقيس الفي بي صح. واحد لا هيجيب الكرنت الاول زي ما احنا جبنا كده ويقول ان الكرنت هنا هو عباره عن في بي اوفر ار، وبعدين هيعمل اي في ار، فالار هتروح مع الار فهيديله في بي برضه صح، ما فيش مشكله. الريدنج بتاع في 2 بقى هو مين؟ الكرنت اللي ماشي هنا هو عباره عن اي 2، يبقى انا هكتب كده بقى على جنب ان في 1 هو عباره عن الاي بتاعتها، مثلا هسميها اي 1 في ار، يبقى هتبقى في بي اوفر ار، يبقى في بي بس، دي ما فيهاش مشكله. حتى ممكن واحد يلقطها على طول ان هي بتقرا الريدنج بتاع الفولتميتر من فوق وخلاص، او سوري الباتري. في 2 هي هتبقى عباره عن اي 2 في ار، اهو انا هاخد دي بس. في ناس بتقول لي 4 ار، لا هو الفولتميتر بيقيس على ار بس، هو الكرنت اللي فيها هو اي 2 بس، الريزيستنس هي ار واحده بس. اي 2 هو ايه؟ مش احنا جبناه هنا اهو، اللي هو عباره عن في بي اوفر 4 ار تايمز ار، يبقى كده الار والار هتروح مع بعض، يبقى في الاخر دوت هيدينا ايه؟ في بي اوفر 4. طب حلو جدا، نعمل بقى الريشيو، هنعمل في 1 تو في 2، في 1 اللي هي في بي ديفايدد ما بحبهاش، بعملها دايما ملتبلاي واروح مش هقلب اللي بعديها، اللي بعديها اللي هي في بي اوفر 4، يبقى 4 اوفر في بي، الفي بي هتروح مع الفي بي هيفضل لي 4 او 4 تو 1. دي كانت جت برضو في امتحان، بس كان مدينا الريدنج الفاليو بتاعت الباتري، ممكن تيجي هي بس ما تدينيش الفاليو. فطبعا في ناس اول ما بتلاقي سيمبلز بتتخض، تقول يا لهوي ايه ده، فين الارقام، وبتخاف. فما تخافوش، هي في الاخر بيروحوا مع بعضين، فما تقلقوش من الموضوع ده. طيب هنا مثلا ديت دي انا كنت حليت واحده زيها قبل كده، بس هحلها تاني برضو. عايز الريشيو ما بين الاميترز اللي هم A1 و A2 و A3، ومدينا جيفن ان الريزيستورز كلهم قد بعض. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ هنا ان انا عندي الاي توتال معرفهاش، بتخش تتقسم في الاتنين دول، بعدين تخش هنا هي الاي توتال، بعدين تخش في الاتنين دول. فانا الاثنين اللي على اليمين اللي هم التو ريزيستورز اللي على اليمين خالص دول سهلين جدا. ليه؟ اتنين بارلل وقد بعض بالظبط، يبقى كده الكرنت لما يخش هيتقسم ايه؟ هيتقسم نص ونص، يبقى اي اوفر 2 واي اوفر 2. يبقى انا كده الريدنج بتاع A2 هو هيبقى الاي كلها، الريدنج بتاع A3 هيبقى اي اوفر 2 لان هو اتقسم نص نص. فكره المساله فين؟ فكره المساله في اللي بيتقسم الاثنين دول. طبعا هي لو جت تشوز وانت عايز تشتغل بالرول بتاع الكرنت ديفايدر اوكي، بس طبعا لو هي مساله فالرول بتاع الكرنت ديفايدر مش هتحاسب عليه لان هو مش في كتاب المدرسه، فالمفروض انك تشتغل فولتج وكرنت. ايه اللي انا هعمله؟ هشتغل على الشويه دول ان هم هجيب الايكوفالنت بتاعهم، ان انا الاثنين دول مع بعض هيدونا 2 ار بارل مع ار، يبقى الار بتاعت البارل اللي هما الاثنين دول مع بعض هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن 2 ار تايمز ار اوفر 2 ار بلس ار. طبعا اشتغلناها كتير قبل كده، اللي هي هتدينا 2 اوفر 3 ار، هتدينا طبعا 2 ار باور 2 اوفر 3 ار، واحده من الار هتروح مع واحده من الار هتدينا 2 اوفر 3 ار. يبقى الجزء الاحمر دوت الايكوفالنت ريزيستنس بتاعته هي مين؟ هي 2 اوفر 3 ار. انا عايز الكرنت، انا هسمي الكرنت مثلا هنا اي 1 اللي هو اللي فوق اللي انا عايزه. انا عارف ان الاي في الار عشان هما بارل، الاي 1 ملتبلاي الار بتاعتها اللي هي 2 ار، هرسمها بطريقه تانية عشان خاطر تبقى واضحه لاغلب الناس. انا كأن عندي اهو في 2 ار اللي هم التو ريزيستورز السيريز مع بعض، واصل معاهم بارلل ار، الكرنت التوتال اللي داخل اسمه اي، وانا عايز اجيب اي 1 اللي هنا. فانا بقول ان في البارلل الفولتج ايكوال، يبقى معنى كده ان الاي في التو ار ديت هي عباره عن الاي اللي تحت في الار اللي تحت، مش عايزهم، هي الاي التوتال في الار بتاعتهم. يبقى تاني الفولتج بتاع دي هو الفولتج بتاع التوتال عشان هما بارل، فالفولتج بتاع دي اللي هي مين؟
اي في 2R. الفولتج التوتال اللي هو مين؟ اللي هو اي توتال في اسمها ار بارل. هو كتاب المدرسه مسميها كده، يعني كتاب المدرسه لما حل اكزامبل محلول مسميها كده، مسميها ار بارل والكلام ده. طيب الار البارل دي اللي هي مين؟ احنا كنا جايبينها اللي هي 2 اوفر 3 ار. فكده الار يبقى كده اي 1 تايمز 2 ار ايكوال دول الار والار هيروحوا مع بعض. طبعا ال 2 وال 2 هيروحوا برضو مع بعض. سوري انا طيرت الاي ليه؟ الار والار وال 2 وال 2 برضو هيروحوا مع بعض. او ممكن لو رقم بتودي 2 بالديفايدد وخلاص، يبقى كده في الاخر اي 1 هتبقى ايكوال ايه؟ هتبقى ايكوال اي اوفر 3 او 1 اوفر 3 اي. فاضل لي بس ال 3 اللي تحت ده. يبقى انا كده عندي اي 2 وعندي اي 3 وعندي اي 1. عايز الريشيو ما بينهم، يبقى الريشيو ما بين الاميتر ليه مش اي اوفر 2؟ ده الخطأ اللي الناس كتيره بتقع فيه، لان هو لما هيتقسم هيتقسم هنا وهيتقسم هنا. هل هو هنا دخل على ار؟ لا، في ناس تيجي تقول اهو ما هو ار يا مستر وار، يبقى هيخش نص ونص. لا، دي مش ار، دي 2 ار، لان الاثنين دول سيريس مع بعض. يبقى هو هيخش على 2 ار وهيخش على ار. فالحقيقه ان الكرنت هنا هيبقى 1 اوفر 3 اي، يعني الكرنت اللي فوق ده هيبقى 1 اوفر 3 اي، والكرنت اللي تحت هيبقى 2 اوفر 3 اي، تلت وتلتين، لان الريزيستنس هنا دبل هنا، يبقى الكرنت هنا نص الكرنت اللي هنا. لازم تبقى الريشيو مظبوطه. امتى يتقسم اي اوفر 2 اي اوفر 2؟ لو الاثنين بارلل قد بعض بالظبط، يعني هنا ار وهنا ار الاثنين قد بعض بالظبط، يبقى هنا اي اوفر 2 هنا اي اوفر 2. طيب حلو جدا، ممكن ان احنا بقى نجيب الريشيو. يبقى انا الريشيو الاخيره اللي هو عايزها اللي هي اي 1 تو اي 2 تو اي 3. الريدنج بتاع اي 1 اللي هو عباره عن 1 اوفر 3 اي، الريدنج بتاع اي 2 اللي هو اي، الريدنج بتاع اي 3 اللي هو عباره عن اي اوفر 2. فطبعا الايات هتروح مع بعض في الريشيو، يبقى كده هيفضل لي 1 اوفر 3 تو 1 تو هاف. ده كده خلاص الانسر، بس يعني يستحسن ان انا اعمل له سمبليفاي عن كده، اعمل ال inequality سوري ال ratio multiply 6. يبقى كده ديت هتبقى 2 تو 6 تو 3. الستيب الاخيره مش لازمه، يعني هو في الاخر اسمه ايه دوت، في الاخر الانسر ممكن ان هو يبقى دوت عادي. هو ممكن انك تشوفيها في الاعاده لو هي اعاده، انما لو حاجه انا قلتها مثلا مركزه فيها ولقيتي فيها مشكله، ممكن ان انا اشرحها بطريقه تانية. انا ممكن اعيد بس المساله ديت بسرعه. دلوقتي انا عندي بيقول لي عايز الريشيو ما بين A1 و A2 A3. في ناس بتمسك المساله ديت، انا هقول الاخطاء اللي بتحصل فيها، ان هي تجيب R equivalent. R equivalent مش هتفيدك في حاجه حاليا. ليه؟ لان انت قال عندك الاي توتال وانا عندك الفي توتال، فمش هتستفاد حاجه لما تجيب الار التوتال. طيب انا عايز اشتغل، ممكن اشتغلها ثلاث حتت. ايه هي الحته دي؟ لوحدها داخل فيها الاي وخارج منها الاي. الحته دي لوحدها هي ريزيستنس واحده ماشي فيها اي. هنا الحته دي لوحدها اتنين بارل، ده داخل فيهم الاي اتقسمت وخارج منها اي. الجزء ده هي الاي توتال، يبقى الريدنج بتاع الاي 2 هو الاي توتال، ده ما فيهوش مشكله. الجزء دوت هنا عندي تو ريزيستورز الاثنين بارل والاثنين ايكوال لبعض، يبقى الكرنت لما هيجي يتقسم هيتقسم نص ونص، يبقى كده اي اوفر 2 اي اوفر 2 قد بعض بالظبط. انما هنا بالنسبه لي الجزء دوت، فالجزء دوت الكرنت لما هيتقسم هيتقسم بريشيو. عشان اعملها بعمل ايه؟ بجيب الايكوفالنت بتاع دول بس، سميتها الار بارل، طلعت لي 2 اوفر 3. قلت ان الفولتج بتاع التوتال اللي هو اي في ار بارل دوت هو الفولتج بتاع الاثنين اللي فوق بس لوحدهم، اللي هو اي 1 اللي هي الاي اللي هتمشي فوق اللي اسمها اي 1 في 2 ار. الار بارل اللي انا جبتها الار راحت مع الار، يبقى في الاخر طلع لي ان اي 1 هي هتبقى 1 اوفر 3 من الاي. في طبعا رول اللي هو بتاع الكرنت ديفايدر، مش علينا، اللي هو انت لو عايز الكرنت اللي فوق يبقى تقول ان هو الكرنت التوتال في الريزيستنس البعيده اوفر السم، هيديك نفس الانسر. بس هو ممكن ان انا انقص لو استخدمته في الامتحان، ممكن استخدمه في تشوز، انما في مساله ما يصحش.
طيب انا كده هنقل على اللي بعديها، هناخد بالنا بس من الغلطات اللي انا قلت عليها. الريشيو ماثيماتيكالي انا حطيت التلاتة اهي 1 اوفر 3 اي واي واي اوفر 2، الايات راحت، يبقى هنا فضل لي 1 اوفر 3 وهنا فضل لي 1 وهنا فضل لي هاف. الستيب الاخيره دي مش مهمه، يعني ان انا اطلع الانسر بالمنظر ده مش مهم في الغالب. الوزاره بتحسب على اللي هو دوت عادي، انا بس عملت الايكويشن كلها ملتبلاي 6 عشان اخلص من الدينومينيتور، عندي 2 في الدينومينيتور و 2 و 3، فعملت ملتبلاي 6 عشان تطير لي 2 و 3 دي. طيب لو بصينا بقى مثلا للي بعديها، دي برضو فكرة، ده اللي هو بيدينا في المسألة دي، برضو مسألة دي بتيجي دايما، ان هو بيدينا سيركت زي كده، بيدينا ريدنج بتاع ميتر ويطلب ريدنج بتاع ميتر تاني. ميتر ده يعني فولتميتر او اميتر، اي حاجة بتقيس. فمثلا هنا بيقول لي الريدنج بتاع الفولتميتر كذا، هات لي الريدنج بتاع الاميتر. دي انا هسيبها لكم برضو انتوا تحلوها، سهلة ما فيهاش مشكلة، لو فهمنا الحاجات اللي قبليها يبقى ديت هتتحل عادي، يعني او البوينت دي كلها. نفس الكلام هنا، بيدينا الريدنج بتاع الاميتر ويطلب الريدنج بتاع الفولتميتر. احنا ممكن نحل بقى 3، هي 3 هتبقى لمنا الدنيا كلها. هو مثلا هنا بيقول لي ان الريدنج بتاع الفولتميتر هو عبارة عن 3.2 فولت، وعايز الريدنج بتاع الاميتر. فهنا احنا هنعمل ايه؟ انا عندي فولتج وريزيستنس، على طول اجيب الكرنت ما فيهاش تفكير. انا عندي فولتج على ريزيستنس يبقى اجيب الكرنت بتاعها، يبقى الكرنت هنا يبقى ايكوال ايه، 3.2 اوفر 4، يبقى هيدينا 0.8 امبير. حلو جدا. ال 0.8 امبير دوت هيخش يتقسم على مين؟ هيخش يتقسم على دي ودي ودي. فهنا التلاتة بارل، هنا بقى رول الكرنت ديفايدر مش هينفع، لو هتستخدمه فانت لازم تعمل ستيب قبليها ان انت تجيب اتنين بارل الاول مع بعض وبعدين تستخدم الكرنت ديفايدر او وات ايفر. خلينا نشتغل لو الكيس يعني هتفضل كده، فانا لازم ان انا اجيب الار ايكوفالنت بتاعتهم الاول، واجيب الفولتج بتاعهم اللي هو زي ما قلنا الفي بارل، واقول ان الاي في الار ايكوال الاي في الار. يبقى تاني دول كده الايكوفالنت بتاعهم هيبقى ايه؟ هنعمل 1 اوفر ار ايكوفالنت، هسميها ار بتوع الشويه البارل، هتبقى عبارة عن 1 over 3 plus 1 over 6 plus 1 over 2، فديت هتبقى 1. هي طبعا طالعة 1 فالريسيبروكال 1 مفيش مشكلة، بس من الأخطاء الشائعة جدا إن إحنا لما بنستخدم الرول دوت الأنسر اللي بيطلع بنقول إن هي دي الآر إيكوفالنت، لا دي الريسيبروكال بتاع الآر إيكوفالنت، فلازم تقلبها. يعني فور إكزامبل لو كانت ديت طالعة 2 over 3 يبقى كان الآر إيكوفالنت هتبقى 3 over 2، كان لازم تقلبها. طيب يبقى كده الآر بتاعة البارلل كلها هي عبارة عن 1 اوم، ده اللي هو الايكوفالنت بتاع دول. الفي بتاعة البارل اللي هم الشوية البارل دول، انا بقول لكم الستبس اللي هي انت بتاخد بيها الدرجة بالامتحان، الستبس اللي هي بالطريقة ديت وطريقة الكتابة دي هي اللي بتاخد بيها الدرجة، لان هو كتاب المدرسة كاتب بالطريقة ديت بالظبط. الفي بارل هي عبارة عن الاي في الار بارل، الاي احنا كنا جبناها 0.8 في الار بارل ب1، يبقى ديت هتدينا 0.8 فولت. يبقى الفولتج هنا هو 0.8 فولت، لان طبعا هما كلهم ايه، كلهم قد بعض، لان الفولتج هنا قد هنا قد هنا، يبقى الفولتج بتاع دي هيبقى 0.8 بتاع دي 0.8 دي 0.8. فانا لو عايز اجيب الكرنت بتاع اي واحده اقدر اجيبه، عايز الكرنت بقى بتاع ال 2 اوم اللي هو الريدنج بتاع الفولتميتر، سوري الريدنج بتاع الاميتر، فيبقى الفي بتاعتها على الار بتاعتها، الفي بتاعتها اللي هي 0.8 اوفر الار بتاعتها اللي هي 2، فهتدينا 0.4 امبير. بس كده، دي الفكره بتاعتها. يبقى انت لو عندك 3 ريزيستورز 10 ريزيستورز بارل او كده، يبقى انت عارف الطريقه اللي انت بتجيبها ازاي، حتى لو الرول ما نفعش يبقى هو الطريقه ديت وديت اللي انت هتاخد بيها الدرجه في الامتحان ان شاء الله. دي كده تعتبر اللي هي اشد من الاثنين اللي قبليها، بس هو فكره من دول بتيجي دايما في الامتحان، اللي هو يديك ريدنج بتاع اميتر بكذا، هات الريدنج بتاع الفولتميتر، ريدنج بتاع الفولتميتر، هات ريدنج بتاع اميتر، وهكذا. دي كده بوينت. نشوف البوينتس بقى اللي بعديها، اللي هي سؤال كيرشوف. كيرشوف ممكن يجي سؤال نظري و مسألة، او ممكن يجي مسألتين.
يعني يا اما يجيب مسألة مثلا عليها درجتين، يا اما بيجيب مسألة عليها درجتين ومسألة تانية في تشوز عليها درجة وهكذا. بس المهم ان هي بتتكرر كذا مرة في الامتحان. كيرشوف لو جت لحد دلوقتي من 2017 لحد السنة دي، فهي بتيجي بسيطة، بتيجي بسيطة ما فيهاش مشكلة، يعني ما فيهاش أزمة. فده مثلا شكل من اللي هو اللي ممكن يجي لنا، ان هو يجيب لي سيركت زي دي ويقول لي هات الريدنج بتاع الاميتر. فطبعا انا ببقى شايف ان انا عندي تو باتريز، فالتو باتريز دول مش سيريس مع بعض، فما اقدرش اشتغل باومز لو فور كلوز سيركت، فبضطر ان انا اشتغل كيرشوف. برضو نفس الكلام ده، شكل شبه اللي جه قبل كده في 2018. برضو اعتقد ان هو مفهوش مشكلة، عندي تو لوبس واقدر اجيب الكرنت فيهم. ديت برضو من الاشكال اللي ممكن تيجي، برضو هسيبها لكم انتوا تحلوها. بس ديت بتخض ناس شوية، ان هو هنا بيبقى مدينا الكرنتس، يعني هنا مدينا i2 و i1 وعايز الفي بي والار وكده. فديت ما بتتعملش ايكويشنز وادخلها على الكالكوليتور، لا هو انا بعوض وبجيب على طول. يعني انا ممكن اشتغل عند النود ديت اجيب i3 على طول، هتبقى 3 امبير. يبقى انا عندي في هنا اكتب على طول الكرنتس ان دوت 2 امبير وان دوت 1 امبير، يبقى ديت كده 3 امبير. فلما تشتغل عوض على طول، ما تسميليش بقى i1 i2 i3 وتدور ان انت تجيب ايكويشن وتحلها، لان انت لو اشتغلت في اللوب ديت هتلاقي الانون الوحيد في بي هتجيبه، لو اشتغلت في اللوب ديت هتلاقي الانون هو ار هتجيبها، خلص الموضوع. في برضه نقطة هنا عايز انبه عليها، هو ال 28 ديت برضه غلط في الملزمة، كانت مكتوبة مش فاكر كام، كانت مكتوبة 12، عدلوها خلوها 28. يعني اللي انا معلم عليها ديت 28 ديت مكتوبة في الملزمة 12، خلوها 28 عشان خاطر ما تبوظش معاك. بس كده، يعني اعتقد برضو ان هي سهلة. يوم لما يقول لك بقى انا صعبت في كيرشوف، هيجيب لك الشكل ده. ايه الشكل ده؟ ده برضو بريدج. هنلاقي ان انا لو بيقول لك الشكل اللي قدامك ده هات لي الايكوفالنت ريزيستنس، فديت بريدج بس مش بالانسد، فانا لازم ان انا اشتغل كيرشوف. فانا هعمل ايه؟ هاجي الاول. في ناس هتيجي تقول انا ممكن ان انا اجيب ايكوفالنت بتاع مين؟ بتاع الفور والثري اللي هما السيريس اللي مع بعض دي، في نمبر 3، في نمبر 3 منا اللي هي الباتري اللي فوق، بدل 12 هتبقى 28. ناس ممكن تيجي في المسألة ديت هتيجي تعمل ايه؟ هتقول عندي الثري والفور مع بعض سيريس، يبقى انا هخليها 7، يبقى انا هشيل دي خلاص كأنها مش موجودة، وهنعمل ديت 7 اوم. برضو نفس الكلام الفور والايت، هي 3 يا من، في ايه ما تلخبطنيش، هي عندي 3 اهي، دي نمبر 3 وعندي نمبر 3. ما طب يعني نبقى نشوف الموضوع ده بعد البتاع. عندي الفور والايت اللي فوق برضو نفس الكلام، هما سيريس مع بعض، يبقى انا ممكن اهم دول سيريس، يبقى ممكن اشيلهم واحط مكانهم الايكوفالنت بتاعهم، اشيل الايت خالص اهي كأنها دي مش موجودة، واحط مكان الفور احط مكانها ال12 اوم اللي هي الصم بتاعهم. بس يبقى كده الايت والفور دول مش موجودين، دول كأنهم وايرز خلاص. فكرة المسألة دي في تقسيم الكرنت اللي بيحصل في الأول، أنت الكرنت اللي طالع من الباتري هتسميه مثلا أهو اللي هو دوت، هتسميه أي. الأي ديت هتخش تتقسم هنا، أنا عايز بس أعملها زي الموديل أنسر عشان خاطر ما تتلخبطوش، دي I1 وديت I2. هو ممكن واحد يسمي اللي فوق هي I1 واللي تحت سوري اللي فوق I2 واللي تحت I1 عادي، برضو ما فيهاش مشكلة. يعني I1 بتيجي مثلا عند النوت ديت فهتروح متقسمة 2، فهتتقسم هنا نسميها i3، وتتقسم هنا اللي هو الديفرنس بقى اللي هو i1 ماينس i3. في ناس بتقول طب ليه مش i2، يعني ليه مش i2 هو اللي يخش هنا ويشي هنا i3 وهنا الديفرنس؟ عادي برضو الاتنين صح، اللي هيشتغل كده صح، اللي هيشتغل كده صح، مش هتفرق معايا في الانسر، واحد هيطلع الاي 3 بالبوزيتيف وواحد هيطلع الاي 3 بالنيجاتيف، مش هتفرق خالص. يبقى ايا كان هو انت بتختار،
في الغالب لو هو عايز يريح دماغه في التصحيح فهو بيحدد لك الكرنتس في المسألة عشان هو ما يتلخبطش هو في التصحيح. طيب الكرنت اللي فوق دوت هيبقى عبارة عن I1 ماينس I3. بالنسبة للناس اللي ما بتعرفش تعمله، تعالوا نفتكر مع بعض. احنا كنا الكرنت اللي فوق دوت بنسميه مثلا اكس، ما عرفوش، وباجي اشتغل كيرشوف فيرست لو. كيرشوف فيرست لو كان بيقول ان اللي داخل اللي هو I1 هيبقى ايكوال اللي خارج اللي هو I3 خارجة مع الاكس. تمام، ال I3 وال X خارجين وانت مش خارج. طيب انا اسف، اعتبره ديت مش موجودة، هنحذفها من الفيديو. يبقى تاني عندي ال X بقى لوحدها هتبقى ايكوال ايه؟ هتبقى ايكوال I1 ماينس I3. يبقى ال I3 هتروح بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى كده ال X هتبقى عبارة عن I1 ماينس I3، وهتروح ماسح ال X ديت تاني كأنها مش موجودة. نفس الكلام تحت هتعمله، بس هيبقى اسهل سنة، ان انت النود ديت داخل عندك I2 I3، فهتخرج منها مين؟ هتخرج الصم بتاعهم عادي، هتبقى I2 بلس I3. ماشي، يبقى كده الكرنت اللي ماشي هنا عبارة عن I2 بلس I3 ده. يبقى أنا كده اشتغلت كيرشوف فيرست لو على التلاتة نودز، مين؟ اللي هي دي ودي، وممكن كمان أقول إن أنا اشتغلت على دي، لأن الكرنت الآي اللي داخل هو عبارة عن I1 بلس I2. الطلبة تطبل لي دي حاجة حلوة جدا. المهم يبقى كده أنا اشتغلت كيرشوف فيرست لو على تلاتة نودز من الأربعة اللي موجودين عندي. آخر نود اللي هي دي احنا ممكن ما نشتغلش عليها، ممكن نشتغل عليها للتأكيد بس مش أكتر، إن أنا أقول إن اللي خارج من هنا هو عبارة عن الصم بتاع الاتنين دول اللي هو عبارة عن I1 ماينس I3 زائد، أو اللي هي ديت I1 ماينس I3 زائد I2 بلس I3. يبقى نيجاتيف I3 وبوزيتيف I3 هيروح مع بعض هيدينا I1 بلس I2، لأن I3 ونيجاتيف I3 راحوا مع بعض. طب ما أنا عارف إن الكرنت اللي ماشي هنا هو I1 بلس I2 بتجيبه ليه تاني؟ ما أنا عارف إن هو، ما أنا قلت النود الأخيرة مش بتفيدني في حاجة، ما بتديني حاجة أنا عارفها. بس هو كل اللي أنا استفدته إيه؟ إن أنا اتأكدت إن أنا لو ما كانتش طلعت لي I1 بلس I2 يبقى أنا عامل حاجة غلط بس في السكة. بس اعتقد ان هي لحد كده هي المسألة بعد كده سهلة. يبقى هي فكرة المسألة في ايه؟ في توزيع الكرنت دوت. هشتغلها برضو عشان نبقى كملناها. انا عندي ثلاثة لوبس، اللوب دي داك هي، اللوب داك هم، واللوب داك هات. ده البوستن هسمي مثلا ديت لوب 1، دي لوب 2، دي لوب 3. انا طبعا المفروض عشان اخد الدرجه ما بسميش لوب 1 ولوب 2 ولوب 3، انا بسمي بحط بوينتس واسميهم، يعني اقول ديت اي بي سي دي وهكذا اي اف. بس يعني انا عشان خاطر مكسل بصراحه يعني، فاحنا هنشتغلها ايه؟ هنشتغلها كده وخلاص. في اللوب اللي هي الاولانيه انا عندي 7 اوم ماشي فيها I2، وعندي 7 اوم ماشي فيها اللي ما يتسمى كله على بعضه اللي هو I2 بلس I3. يبقى دول الريزيستورز اللي موجودة. تاني فين الريزيستورز؟ اهم ال 7 اوم وال 7 اوم بس. اللوب اهي اللي هي دي كده ما فيهاش ريزيستورز تاني، هم ال 7 وال 7. ال 7 دي ماشي فيها I2، I2 ماشية كده، يبقى هي كده ماشية مع ولا عكس؟ هي لو كملت روتيشن في اللوب هتكمل مع كلوك وايز. 7 اوم دي ماشي فيها اللي ما يتسمى كله على بعضه I2 بلس I3، فلو كمل كده هيكمل اهو، ده كده مع ولا عكس؟ ده كده مع، يبقى كده الاتنين بوزيتيف ايكوال. الناحية التانية ال VB، ما عنديش غير VB واحدة اللي هي ال 8 فولت. ال 8 فولت ديت مع ولا عكس؟ هي عايزة تطلع الكرنت من البوزيتيف بتاعها اهو، يبقى هو كده ايه؟ الليترز تتكتب في البوكلت عادي. يبقى تاني الكرنت اهو هيطلع، هي عايزه تطلع الكرنت كده. ساعات بيبقى ماشي عكسها، ماليش دعوه، هي عايزه تطلع الكرنت من البوستيف بتاعها كده، يبقى هي عايزه تلف كلوك وايز مع، يبقى كده بوستيف، يبقى كده 8 فولت بالبوستيف. الايكويشن دي هنظبطها، هندخل ال 7 هنا وهنا، هنجمع اللي زي بعض مع بعض. عندي 7 I2 7 I2
هتبقى كده 14i2، عندي 7 هتخش على i3، ما عندكش i1، والموديل انسر بيكتب كده، بيكتب 0 i1. كتاب المدرسة مش كاتب كده، بس ما بيكتبش اللي هي 0 i1 دي، بس الموديل انسر بتاع اخر السنة بيكتب كده. ف نخلي شكل الورقة قدام المصحح. احنا هناخد بريك كمان شوية حازم، يعني ان شاء الله شوية كده وهناخد بريك، هنقوم نصلي ونعمل كل حاجة. يبقى تاني الايكويشن بتاعتي اهي، دي كده على شكل اللي هو المصحح لما يجي يبص على الموديل انسر يلاقيك عامل زي الطريقة بتاعت الموديل انسر بالظبط. طيب نخش على اللوب اللي بعد كده، على لوب 2، انا هعملها بقى بسرعة. عندي 7 i1 دي بوزيتيف، عندي 10 i3 دي بوزيتيف، وعندي 7 i2 دي نيجاتيف، دي هتبقى ايكوال 0. بعد كده اخر لوب برضو زي ما قلت لكم انا هعملها بسرعة، فانا عندي 12 i1 ده بعد السمبليفيكيشن، عندي 12 i1 وعندي في i2 7 i2 بالنيجاتيف، عندي نيجاتيف 10 i3 ونيجاتيف 12 i3 ونيجاتيف 7 i3، يبقى كده نيجاتيف 29 i3. ده كده الايكويشن الثانية والثالثة، انا عملتهم بسرعة، بس لان انا مش بحل المسألة عشان كده، انا بحل المسألة عشان الفكرة اللي في الاول بتاعة توزيع الكرنت والفكرة اللي في الاخر. احنا هنجيب الكرنتس بقى، فانا لما اجي اعمل على الكالكوليتر هلاقي ان i1 طلع ب 0.458 وارقام كتير. ما تعملش ابروكسيميت، يعني في ناس تروح قايله ايه يعني 0.5، ما تعملش ابروكسيميت، ما دام مش ده الفاينل ريزلت اللي انت عايزه ما تعملش ابروكسيميت، سيبه كده، سيبه كبير بقدر الامكان. و i2 ب 0.542 برضه ما تعملش ابروكسيميت، سيب ارقام كبيره بقدر الامكان. فا او i3 ممكن نجيبها، بس انا مش محتاجها في حاجه. ساعات بيجيب اميتر جنب ال 10 اوم ويقول لك عايز الريدنج بتاع الاميتر، انا محتاج دول بس. طيب انا عايز مين؟ انا عايز الار توتال او الار ايكويفالنت. الار ايكويفالنت هي عباره عن ايه؟ يعني احنا هناخد بريك بعد تشابتر 1 ونيجي نكمل تشابتر 2 وهكذا. لو عايزين نقسمها على 2، ما يعني لو تعبت قوي هنقسمها على 2 ما فيش مشكله، بس يستحسن ان احنا نخلصها النهارده. ار ايكويفالنت هتبقى عباره عن الفي بي اوفر الاي توتال، لان ما فيش ار سمول، يبقى هي عباره عن الفي بي اوفر الاي توتال. الفي بي اللي هي 8 والاي توتال اللي هي عباره عن اي 1 بلس اي 2، فانت بتعمل الصم بتاع الاثنين عشان الاي توتال قلنا ان هي الكرنت اللي ماشي في الباتري، هو ده الاي توتال. فكده هتبقى الار ايكويفالنت هتبقى ايكوال 8 اوم. ازاي بتاكد اني مطلعه الارقام صح؟ مفيش، هو بالكالكوليتر، يعني بتكتبيها على الكالكوليتر مرتين بس. ممكن انك تعملي ايه؟ ممكن انك تمسكي الايكويشنز تعوضي فيها، يعني انت مطلعه الايكويشن ديت تعوضي فيها باي 2 اي 3 وتشوفي هتديكي 8 ولا لا، ديت مثلا تعوضي باي 1 واي 2 اي 3 وتشوفي هتديكي 0 ولا لا، في الثلاثه يبقى انت كده صح المفروض. بس دي كده اللي هي اشد فكره ممكن ان هي تجي لنا في كيرشوف. كده البوينتس بتوع تشابتر 1 خلاص، هنخش بقى بعد كده في الريفيجن. هو في بس كام فكرة في الريفيجن دي انتوا هتحلوها بقى، مفيش مشكلة، انا بس في كام فكرة هخش عليها بس النهاردة. اخر حتة تاني، احنا هنا قلنا عايز الار ايكوفالنت. الار ايكوفالنت ديت هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن الفي توتال على الاي توتال. الاي توتال اللي هي طالعة من الباتري ان هي عبارة عن اي 1 بلس اي 2. محطوط يا فاطمة والله وهحله إن شاء الله. يبقى الأي التوتال هي عبارة عن أي 1 بلس أي 2، فأنا رحت عامل أي 1 بلس أي 2 أهم ورحت حاططهم مكان الأي توتال، لما عملتهم طلعوا ب 1 يبقى 8 أوفر 1 يبقى 8 أوم.
بس كده يبقى هي دي الطريقة اللي بحسب بيها الايكوفالنت ريزيستنس بكيرشوف. طيب انا في قلت في كام فكرة بس كده عايز ابص عليهم، اللي هو سؤال 6 ودول يا احمد يا حسين مش 345 سؤال، عشان انت بصيت على البتاع هو في صفحات فيها سؤالين، ف ما تخليش الارقام تخدعك. ده سؤال موجود برضو في كتاب المدرسة في الريفيجن اللي في الاخر، معتمد على رول اكيوميليتيف فبننساه شوية، فخلينا برضو ان احنا نراجع عليه بسرعة. في ناس مثلا كانت بتذاكر من المعاصر او كده، المعاصر بقى يحط رولز ليها فالناس هتبقى فاكراه، بس انا بفضل ان احنا نعمله مثلا مرة واحدة مرتين ولا حاجة في الاخر، لان هو كده كده احتمالية ان هي تيجي ضئيلة، بس احتمال ان هي موجودة في كتاب المدرسة. عندي two wires made of copper، اللينكس والماسز بتاعت الفيرست عبارة عن 10 متر و 0.1 كيلو جرام، فاحنا نكتبهم على جنب في الجيفن، يبقى اللينكس بتاع الأولاني 10 متر، الماس بتاعت الأولاني 0.1 كيلو جرام. بعد كده بيقول لي عندي التاني برضو كابر، يبقى نفس الريزستيفيتي ونفس الدنسي ونفس كل حاجة، اللينكس الاريا واللينكس هما بس اللي هيبقوا مختلفين، اللينكس بتاعه هيبقى 40 متر والماس بتاعته هتبقى 0.2 كيلو جرام. المهم احمد حسين نفض له مفيش مشكلة. يبقى كده عندي اسمه ايه دوت، عايز هو ايه، عايز compare between the resistance. طيب تعالوا نفتكر مع بعض، انا عشان خاطر اجيب الريشيو ما بين الريزيستنس، طبعا لما يقول لي compare ما بين two identical physical quantities يبقى معنى كده انا عايز الريشيو ما بينهم، يبقى انا لو عايز R1 to R2 المفروض ان هي هتبقى عبارة عن رو L1 over A1، ده كده الريزيستنس الاولانية، الديفايدد قلنا بنخليها ملتبلاي واقلب اللي بعديها، يبقى R2 هتتقلب، يبقى هتبقى عبارة عن رو L2 over A2. الرو طبعا هتروح مع الرو، ال ما عنديش فيها مشكلة، المشكلة الوحيدة في المسألة هي مين، هي الاريا، الاريا هعمل فيها ايه او هجيبها ازاي، هي دي فكرة المسألة، إن أنا هستخدم الماسز. الماس ليه علاقة بالاريا، لو نفتكر كان في رول بيقول إن الدنسيتي بتاعت الماتيريال هي عبارة عن الماس أوفر الفوليوم، والفوليوم طبعا بتاع الوايرز هو عبارة عن الكروس سيكشنال اريا في اللينث بتاعه. يبقى معنى كده أنا ممكن الماسز بقى اللي هي أنا مش عايزة ديت، أقول إن الماس هو عبارة عن الدنسيتي مالتبلاي الاريا في اللينث. ما دام عندي unknowns كتير، يعني انا عندي في حاجه انا مش عايزها مثلا الار الاي ديت الرو سوري الاريا ديت انا عايزها، عايز اعرف هي ايه بس unknown، الماس واللينث عندي، فانا ممكن اعمل ريشيو بحيث ان انا اطير ال unknowns اللي انا ما اعرفهاش ديت، فانا ممكن اقول ان m1 over m2 هتبقى equal رو a1 l1 over رو a2 l2، هنطير الرو مع الرو، m1 over m2 اللي هي هتبقى عبارة عن 0.1 over 0.2 اللي هي half، a1 over a2 دي انا معرفهاش، l1 over l2 اللي هي عبارة عن 10 over 40. انا عايز a1 over a2 على بعضها، يبقى انا ممكن اخد 10 over 40 او اديها الناحية التانية بالديفايدد او اشقلبها هتبقى 40 over 10 او 4 over 1 whatever، يبقى في الاخر خالص هيطلع لي ان A1 over A2 equal half سوري هتبقى equal 2، يبقى A1 over A2 هتبقى equal 2، او بالشكل اللي انا بحبه اكتر ان انا بكتبها كده ان A1 هتبقى equal 2A2، شكل التعويض عشان خاطر لما اجي اقعد في الريشيو اروح معوض بده على طول، يبقى ده شكل التعويض بتاعي. فالمنظر ده اعتقد ان هو ما فيهوش مشكله. برجع تاني بقى لمسالتي، يبقى هي كام ستيب كده انا بعملهم. في ناس حافظه رولز للريشيو بتروح معوضه بيها على طول فيها الماسز، فهي بتروح مطلعه الكلام دوت على طول، طبعا الكلام دوت كله بيبقى فيه ريسك كبير جدا ان ممكن شكل السؤال يتغير، فمش الرول مش هيحل لك السؤال.
تاني ريسك ان انت ممكن ما تاخدش الدرجة على اساس ان انت كاتب رول انت مش موجود عندك في المنهج، او هو المصحح مش هيقدر ان هو يحاسبك عليه. الرول اللي انت هتتحاسب عليه هو ده، والرول اللي هو بتاع الريزيستنس الشكل ده يبقى مكتوب على بعضه، يبقى كده انت تاخد الدرجة بتاعتك. بتعمل بقى ديفيجنز، بتعمل ملتبلاي، الكلام ده، دي كلها تعتبر ستيبس او تعويضات في المسألة. لما نعوض بقى في السؤال الاصلي، L1 عندي ب10، A1 عندي ب2 A2، يبقى انا هشيل A1 واحط مكانها 2 A2 ملتبلاي ال A2 ما اعرفهاش، L2 هي عبارة عن 40، فيبقى انا كده عندي ال A2 وال A2 هتروح مع بعض، هيفضل لي 1 over 8، او كشكل ريشيو تبقى عبارة عن 1 to 8. يبقى كده R1 over 2 R2 هي عبارة عن 1 to 8. دي الفكرة اللي انا كنت حابب ان انا اتكلم عنها. في سؤال 9 هنبه بس على حاجة فيه، لان هو سؤال ما بيتسألش كتير. في سؤال 9، طيب ال percentage of potential drop، ال percentage بتاع اي حاجة هو الحاجة على التوتال. يعني ايه percentage بتاع ال potential drop؟ هو عبارة عن ال potential drop اللي هو I R small، ده اللي هو ال voltage اللي بيقع جوه الباتري، over التوتال اللي هو عبارة عن ال VB. يبقى كده ال percentage drop هو ال percentage loss، لو نفتكر خدناها في chapter 1، بس هو مفيش عليها غير هو سؤال واحد بس، ده في ال evaluation مفيش غيره خالص، وفي ال evaluation قديم كمان. يبقى هو عشان خاطر ما بيجيش كتير قوي بس موجود، فخليناه في الاخر. الاسئله الرير دي هي اللي بتخوفني، لان هي لو جت هتقع فيها. السؤال حتى لو صعب بس بيتكرر كتير ما بخافش منه، لان انت متدرب عليه كتير. انما السؤال اللي هو سهل وبسيط بس ما بيجيش كتير، فلو جه ممكن يوقعك، فانت خلي بالك منه. ففي حاجات زي كده كتيره انا حاططها عشان خاطر ان احنا نراجع عليها واحنا بنحل. طبعا هنحلها عادي، هتطلع 20% ما فيهاش مشكله. انا بس بفكركم ايه هي percentage of potential drop. ده البوتنشال دروب نفسه هو اي فار. طيب بس عندي بقى سؤالين في الاخر بس هحلهم. ده بالنسبه لشابتر 1، يبقى كده خلصنا شابتر 1. لا ده انا هتشل كده. في السؤال اللي هو 18 ده مهم جدا، كيرشوف ولامم وجاب بوتنشال وهكذا، ونفس الكلام اللي هو السؤال 21. بس دول انا كده كده حللهم في فيديوهات، ممكن اللي حاول يحلهم معرفش ممكن ابعت له لينك الفيديو بتاعهم يقدر ان هو يشوفهم. فانا هحل بس هم سؤالين وخلاص، او 3 اسئلة في تشابتر 1، وناخد بريك ونرجع نشتغل على تشابتر 2 ان شاء الله. هنا مثلا بيقول لي find the power consumed in the opposite circuit. فال power consumed ان انا يا منا قلنا هناخد بريك عادي. طيب ال power consumed، انا بجيب ال current اللي في السيركت، اي resistor في السيركت، فدي بتعمل consumed اللي هي عبارة عن I power 2 في R. فده كده هنعمل فيها ايه، او هنشتغلها ازاي؟ دي هنشتغلها كيرشوف الاول. يعني هو مديني السيركت وبيقول لي هات الباور كونسيومد، وانا لازم اشتغل كيرشوف الاول لان انا عندي 2 باتريز. فانا ممكن اشتغل الكرنتس، ممكن اقول ان انا في هنا كرنت مثلا اسمه I1، وهنا كرنت اسمه I2، وداخل هنا كرنت اسمه I3. طبعا المفروض ان I1 plus I2 equal I3. لو جيت اشتغلت في اللوب اللي هي اللي على اليمين دي، برضه هسميها لوب 1 كده للسهوله. لو جيت اشتغلت في لوب 1 هلاقي ان 10 اي 3 وديت مع ايكوال 5. طبعا من الخطأ البشع اللي في ناس كتيره بتعمله ان هم بييجوا يقولوا لي بلس اي 2. يا حبيبي ايه بلس اي 2 دي يا مستر؟ ما هو يا مستر ما هو في اي 2 في اللوب، يبقى انا هعمل بلس اي 2. لا طبعا، لان انا بعمل اي في ار. هل اي 2 ديت ماشيه في ريزيستور؟ لا مش ماشيه في ريزيستور خالص، يبقى معنى كده دي بالسلامه مش هنحطها. انا لازم اعمل اي في ار. في ريزيستور مفيش ريزيستور، يبقى ما تحطش الاي بتاعتها. لازم يكون في ريزيستور عشان تحط الاي في الكيرشوف سكند لو. طيب
انا دلوقتي عايز، انا دلوقتي مش محتاج ان انا اعملها 3 equation، لان انا خلاص اقدر اجيب الاي 3 واقول ان الاي 3 هتبقى ايكوال، هودي ال 10 بالديفايدد يبقى هتبقى ايكوال هاف امبير. حلو جدا، نشتغل في اللوب الثانيه اللي هي اللي على اليمين. ليه بنعمل كده؟ ليه اللوب الثانيه اللي هي اللي على اليمين دي؟ ونقول ان انا عندي 10 اي 3 مع بلس 5 اي 1 برضو مع ايكوال، خلاص ما فيش ريزيستور تاني، يبقى ايكوال الام اف ال 12. الاي 3 عندي يبقى على طول عوض بيها، يبقى على طول شيل الاي 3 ديت حط مكانها 0.5، يبقى انا عندي كده 0.5 تايمز 10 هيدونا 5، هتروح ماسكهم موديهم الناحية التانية بالنيجاتيف، يبقى كده بقى عندك 5 اي 1 ايكوال 12 ماينس 5 يعني 7. عايز ال اي 1 لوحدها هتودي ال 5 بالديفايد يبقى تديك 1.4 امبير. بس كده اقدر اجيب بقى مين اللي ناقصه اي 2. ما هو انا عارف ان اي 1 بلس اي 2 الاثنين دول داخلين عنه على النوت، اي 1 بلس اي 2 هتبقى ايكوال اي 3، هتعوض الاي 3 ب 0.5 والاي 2 ما اعرفهاش والاي 1 اللي هي ب 1.4، هتودي ال 1.4 بالنيجاتيف، فايه اللي هيحصل؟ هيديك ان الاي 2 بنيجاتيف 0.9 امبير. بالنيجاتيف يعني ايه؟ يعني الكرنت ماشي عكس السهم ده، يعني هو اكشلي داخل جوه الباتري ماشي العكس. كل ده انا بعمل ايه؟ عايز ايه من المساله؟ انا عايز الباور كونسيومد اللي موجود في المساله، اللي موجود في السيركت كلها. اي ريزيستور بتعمل كونسيوم، يبقى انا عندي ال 5 اوم ريزيستنس بتعمل كونسيوم، يبقى الباور كونسيوم هيبقى ايكوال الاي، الاي اللي هي اي 1 باور 2 مالتبلاي اللي هي ال 5 اوم، يبقى الاي باور 2 بتاعتها في الار. يستحسن دايما اي باور كونسيوم او باور لوس اعمل اي باور 2 في ار. ليه؟ لان انت لو عملت في باور 2 اوفر ار او اي في في هتتلخبط، لان الفي بتاعت الرول دوت بتاع الباور هو الفولتج اللي هو اكروس الريزيستنس، فطبعا لو عايز باور كونسيومد في الريزيستنس يبقى احسن حاجه اي باور 2 في ار عشان ما تلخبطش نفسك. بلس الباورز دايما بلس، كل الباورز بلس يعني كلهم باور كونسيومد فبلس، حتى الريزيستور سيريس بارل مش واصلين حاجه زي هنا، دول ولا سيريس ولا بارل، الباورز دايما بلس. يبقى كده اي 3 باور 2 تايمز 10، يبقى ده الباور كونسيومد اللي في الريزيستورز. الباتري المفروض ان وظيفتها ان هي بتعمل ايه؟ بتعمل جنريت للباور، يبقى هي بتعمل باور جنريت مش باور لوس. بس هنلاقي ان في باتري هنا مش بتعمل جنريت للباور. هل الباتري اللي هي ال 5 فولت دي هل هي بتطلع كارنت؟ لا، هي مش بتطلع كارنت، الكارنت طلع بنيجاتيف 0.9 يعني الكارنت ماشي عكسها، يبقى هي بتكونسيوم باور. زي مثلا الباتري اللي بتتشحن، الباتري اللي بتتشحن بيبقى بتبقى بتسحب كهرباء مش بتدي كهرباء، يبقى ديت كده الكارنت ماشي عكسها، يبقى معنى كده هي بتكونسيوم باور. الباور كونسيومد في الريزيستور اي باور 2 في ار، انما الباتري هيبقى اي في في وخلاص، يبقى اي في في يبقى اي 2 الاي بتاعتها في الفي بتاعتها، يبقى الباور بتاع الباتري اي في في، لان طبعا مش هشتغل ريزيستنس فيها، حتى لو فيها انترنال ريزيستنس بخرجها كانها ريزيستور بره، بشتغلها اي باور 2 في ار ليها لوحدها والباتري لوحدها. لو عايز الباور جنريت من الباتري برضه هيبقى اي في في، بس لازم ابقى عارف مين بتكونسيوم ومين بتجنريت. يبقى الريزيست الباتري دي بتكونسيوم، انما الباتري دي بتعمل جنريت وديت بتكونسيوم. فيبقى انا لما هاجي هحسب الباور هجمع دول مع بعض، بس خلصت خلص السؤال. لما نجمع دول مع بعض هيطلع لي بكام؟ هيطلع لي ب 16.8. حاضر يا احمد. يبقى تاني، انا دلوقتي اي سيركت يقول لي انا عايز الباور كونسيومد اللي فيها كلها، كل الريزيستورز بتعمل كونسيوم. الباور كونسيومد بتاعت الريزيستور مين؟ اهم اللي هم اي باور 2 بتاع كل واحده في الار بتاعتها. يبقى انا هعمل اي، ما هو ده اللي انا بعيده، يبقى اعمل 10 اي 3 باور 2
و5 في اي 1 باور 2، يبقى دوت كده الباور كونسيومد في الريزيستورز. الباتريز، الباتري بقى ممكن ان هي كونسيوم وممكن لا، ممكن تكونسيوم وممكن تجنريت. لو بتكونسيوم يبقى معنى كده الكرنت ماشي عكسها، مش انا هنا الكرنت اللي هو اي 2 دوت اكتشفنا ان هو ماشي عكس الباتري، ماشي عكس الباتري اللي هي 5 فولت، يبقى معنى كده ان دوت بيعمل ايه؟ دوت كده بتعمل كونسيوم، ال 5 فولت باتري دي بتعمل كونسيوم، انما بالنسبه لل 12 فولت فهي بتطلع كرنت، يبقى دي بتعمل جنريت. يبقى انا لما هاجي هجمع في الباور كونسيوم هجمع معاها ال 5 فولت دي كمان اللي هي الاي في الار. ما هو بس هو طالب مين؟ هو طالب الكونسيوم، يبقى انا هشتغل بتاعه الباتري دي، انما لو كان طالب الجنريت يبقى انا هشتغل الباتري دي. الرول اي في في، الرول بتاع الباور اهو اللي هو اي في في ده كده، اللي هو اي في في اللي هو الباور بتاع باتري، ودوت اي باور 2 في ار، يبقى ده الكونسيومد في الريزستور وده الكونسيومد بتاع باتري. في تريكة في المسألة ديت، ايه هي؟ حتة شطارة كده، ان التوتال باور جنريت في السيركت بيبقى ايكوال للتوتال باور كونسيومد. يعني انا لو جيت حسبت الباور جنريت من الباتري ديت اللي هو هيبقى الاي فيها في الفي بتاعتها، هيطلع هو هو التوتال باور كونسيومد. يبقى هي ديت بتطلع الانرجي، جزء بيكونسيوم هنا وجزء بيكونسيوم هنا وجزء بيكونسيوم هنا، فانا لو حسبت الباور جنريت هيطلع هو هو الباور كونسيومد، بس مش هتاخد عليه الدرجه، انت بتعملها تتاكد اللي هتاخد عليه الدرجه هو ده اللي هو بتجمع الكونسيومد. حتى لو اشتغلت جبت الجنريت وقلت هو هو كونسيومد وكده، ممكن اللي بيصحح ما ياخدش باله ان هو بيصحح بسرعه، فممكن ان هي تتعمل لها غلط فبلاش. طيب ده كده فاضل الجزء اللي هو بتاع البوتنشال ديفرنس الباور. تمام، كان في بعض المسائل محلوله غلط في الموديل انسرز اللي فاتت اللي هي بتاعت لو كان نفس الدايركشن يا ادهم يبقى معنى كده ان هو كان بيجنريت، يبقى كده ما كناش هنحطها مع الكونسيومد، يبقى دي جنريت مش هنيجي جنبها، انما انا حطيتها مع الكونسيومد. الباور كونسيومد يعتبر هو هو الباور لوس، ما هو اللوس ده كونسيومد فاير. المسميين بنعتبرهم واحد عندي في المنهج، ما بناخدش او ما بنعتبرش ان في فرق ما بينهم. طيب هنخش على البوتنشال ديفرنس. هنا لما يجي يقول لي انا عايز بوتنشال ديفرنس ما بين تو بوينتس، هو اي بقدر الكرنت تدخل فيها؟ لو الباتري الكرنت داخل فيها العكس يبقى كده هي بتعمل كونسيومد للانرجي. كان في بعض الاخطاء في الموديل انسرز بتاعت الامتحانات، لان هم طبعا 58 امتحان، ففي بعض الحاجات كان فيها اخطاء. عملت زي فايل جمعت فيه كل الاخطاء عشان خاطر تراجعوا عليها، عشان خاطر ما تتلخبطوش وانتوا بتحلوا او كده. اي حاجه كانت فيها غلط كالكوليشن او خلطه طباعه او كده في الموديل انسر حطيتهم كلهم مع بعض، يعني جل من لا يسهو، هتلاقوها في الفولدر اللي احنا عاملين له شير اللي في الدرايف. طيب بالنسبه لهنا عايز بوتنشال ديفرنس ما بين تو بوينتس، وديت من الحاجات اللي بتلخبط ناس كتير، فاحنا هنحل سؤالين عليهم بسرعه وناخد البريك بتاعنا بقى. انا عايز البوتنشال ديفرنس ما بين الاكس والواي، فانا ممكن امشي من الاكس اروح للواي من تحت، وممكن امشي من الاكس للواي من فوق. هشتغل من فوق ولا من تحت؟ طبعا من فوق. ليه؟ لان الفولتج بتاع الباتري دوت انون، هو مش مدوني في السؤال، يبقى انا الاحسن بالنسبه لي ان انا اروح شغال منين؟ شغال من فوق احسن طبعا بكتير. نجيب الكرنتس اللي ناقصه، انا لو جيت عند النوت دي الاقي في كارنت خارج 2 امبير اللي هو ناحيه اليمين، وفي كارنت خارج اللي هو 1 امبير ناحيه الشمال، يبقى كده اللي هنا دوت داخل عليهم ب 3 امبير عادي جدا. ما تستغربش بقى ان في كارنت عكس الباتري والكلام دوت، خلاص احنا عدينا مرحله الاستغراب ديت خالص. يبقى انا عندي هنا كارنت 3 امبير داخل على النود ديت، والاثنين دول خارجين عادي، والكارنت اللي ماشي هنا هيبقى 2 امبير هو هو زي التوتال ناحيه اليمين برضو، ما فيهوش اي مشكله. يبقى اول حاجه ان انا اجيب الكرنت، اعتقد ان هي ما فيهاش مشكله. تاني حاجه ان انا احدد البولاريتيز، قلنا ان انا الريزيستور مطرح ما الكرنت بيدخل بيبقى البولاريتي بوزيتيف، مطرح ما يخرج بتبقى البولاريتي نيجاتيف.
ال5 اوم ديت برضو داخل فيها 3 امبير. الباتري اللي تحت بتخرج كارنت بس. انت قصدك على المسألة دي بتخرج كارنت بس ماليش دعوة بيها، انا شغال هشتغل فوق. ده لو انا عايز بقى احسب الفي بي والكلام دوت، ده قصة تانية. طيب انا لو جيت كملت بالنسبة لي الباتري اللي فوق، سوري الريزيستور اللي فوق دي هتبقى بوزيتيف ودي نيجاتيف. الباتري الكبيرة دايما بوزيتيف والصغيرة نيجاتيف، الباتري دايما بتبقى كده، الكبيرة بوزيتيف والصغيرة نيجاتيف. اشتغل على الباتري ديت هتبقى الصغيرة نيجاتيف ايه والكبيرة بوزيتيف. هنا الريزيستور مطرح ما الكرنت داخل بوزيتيف مطرح ما خارج نيجاتيف. اعتقد ان هي عادي جدا ما فيهاش اي مشكلة. هنشوف بقى انا لما اجي احسب البوتنشال ديفرنس ما بين الاكس والواي هيبقى ايكوال. همشي من الاكس اروح للواي، لما امشي بصباعي كده من الاكس للواي فانا هقابل بوزيتيف الاول، يبقى بوزيتيف احط بوزيتيف. ريزيستور يبقى اي في ار، الاي في الار اللي هي 2 تايمز 3. وبعدين امشي بصباعي دايما فوق هلاقي مين؟ هلاقي ال 5 اوم، يبقى هلاقي بوزيتيف الاول، يبقى احط بوزيتيف. ريزيستور يبقى اي في ار، يبقى 3 تايمز 5. بعد كده ماشي ماشي قابلت باتري، يبقى قابلت 3، يبقى بوزيتيف 3. الباتري الفولتج بتاعه هو الفي بي، يبقى هو 2 على طول ما فيهوش اي مشكله. بعدين فضلت ماشي قابلت نيجاتيف الاول، يبقى هي الباتري هي بوزيتيف ونيجاتيف. بس وانا ماشي من الاكس للواي بقابل البوزيتيف الاول ولا بقابل النيجاتيف؟ هنا قابلت النيجاتيف يبقى احط نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 5 فولت. الباتري بتحط الفي بي على طول. بعد كده قابلت بوزيتيف بتاعت ريزيستور يبقى بوزيتيف، اي في ار يبقى 2 تايمز 2. بس هنحسب دي كلها بكام؟ هتطلع ب 22 فولت. بس كده. ده لو potential difference ما بين 2 points. ال potential difference ما بين 2 points لو طلع بالنيجاتيف فمش اشكال، ممكن ان احنا نختار الانسر يبقى بالبوزيتيف عادي، لان هو كتاب المدرسه كان فيه سؤال solved قال هات potential difference ما بين 2 points المفروض ان الانسر يطلع نيجاتيف وهو كاتبه بوزيتيف، فيبقى هو بيعمل نيجلكت للنيجاتيف. امتى ما بعملش نيجلكت للنيجاتيف؟ لو هو عايز potential at point زي مساله 21. potential at point يبقى لو طالعه نيجاتيف بسيبها نيجاتيف، طالعه بوزيتيف بسيبها بوزيتيف. بوتنشال ديفرنس ما بين تو بوينتس مش هتفرق قوي. هنا مثلا برضو عايز البوتنشال ديفرنس ما بين التو بوينتس اللي هم اكس وواي. فهنا الاحظ ان انا عندي كذا سكه. انا طبعا في ناس هتقول يا مستر اسهل سكه امشي من تحت. صح، بس لو كنت تعرف لو كنت تعرف الريزيستنس اللي تحت، الريزيستنس اللي تحت مش معروفه فللاسف السكه ديت مقفوله بالنسبه لي. ممكن امشي من الناحيه دي برضو الباتري دي مش معروفه، فهو السكه اللي احنا هنمشي فيها هي السكه اللي فوق دي، فانا همشي من السكه دي كده. دي انتوا ممكن تعملوها مفيش مشكله. هقول لكم الغلطه اللي ناس كتيره بتغلطها ايه. انا دلوقتي الكرنت جاي 3 امبير، دخل تحت 1 امبير ودخل هنا 0.5 امبير، يبقى هيمشي هنا 1.5 امبير. الغلط اللي ناس كتير بتغلطه ان هي لما بتحسب البوتنشال بتاع ال 20 بتشتغل ان الكرنت بتاعها 3، الكرنت بتاعها مش 3، الكرنت بتاعها 2 امبير. ده كل اللي شفته حل المساله دي بيغلط الغلطه دي. الكرنت اللي هنا 2 امبير لان هو تجمعت الكرنت اللي هو ال 1.5 وال 0.5 بس، وال 1 ديت هتتجمع معاها تاني وتخلي لي الكرنت اللي هنا هيبقى 3 امبير. جربوا فيها انتوا حلوها وهتلاقوا ان البوتنشال ديفرنس ما بين اكس وواي هيبقى ايكوال 8.8 سوري 88.5 فولت. ده انتوا جربوا فيه. حد عنده مثلا اسئله تاني في شابتر 1 قبل ما نخش على شابتر 2؟ لا احد يرد. طيب خلاص احنا كده هنعمل طيب هنكمل مع بعض. هنبدأ ان احنا نخش في شابتر 2. عندي في شابتر 2 برضو زي ما اتفقنا في بوينتس معينة بتيجي في الامتحان بنركز عليها، وعندي الريفيجن بتاعتها كلها. فاول بوينت نركز عليها بتيجي في الامتحان هو
الماجنتيك فلكس نتيجة لستريت واير. ما بجيش اللي هي سيمبل قوي، اللي هو يقول لك عندك واير ماشي فيه كارنت كذا، بوينت الديستنس كذا، هات لي الماجنتيك فلكس دينستي. مش بتيجي ابدا بالسهولة ديت. هي بتيجي مثلا زي هنا بيقول لي عايز الريشيو ما بين الديستنس، مثلا بيقول لي عندي هو ستريت واير واحد وعندي تو بوينتس، واحدة اسمها اكس واحدة اسمها واي، بحيث ان الريشيو ما بين الفلكس دينستي عند الاكس تو ذا فلكس دينستي اوف واي هتبقى 3 اوفر 4. فهو عايز الريشيو ما بين الديستنس. انا ممكن ان احنا يعني في ناس عارفة ان الفلكس دينستي inverse proportional على طول مع ال distance، فيبقى معنى كده ان الاتنين عكس بعض، يعني ان dx over dy هي عبارة عن by over dx، يبقى هي هتبقى 5 over 3. ده لو هي في choose مثلا او كده، يبقى هي خلاص على طول 5 over 3. اعتقد ان هي ما فيهاش مشكلة. حد هيقول لي طب هو نفس الكرنت عشان يروحوا مع بعض؟ اه طبعا هو نفس الكرنت، لان هو نفس الواير اصلا، ده هما 2 بوينتس من نفس الواير. وطبعا الاسئله اللي بتيجي اكتر هو ان انا يبقى عندي 2 وايرز. انا هنا مثلا عندي 2 وايرز وبيقول لي عايز الفلكس دينستي عند البوينت بي 1 وبي 2 وبي 3، مين فيهم اكبر ومين اصغر والكلام دوت. هنا في ناس ممكن تعملها بالهبد كده، بس هبد صح يعني، وبيطلع صح في الاخر. هو ايه، انا عارف ان الفلكس دينستي ان بتوين هيبقى بلس، لان الاتنين مع بعض في نفس الدايركشن، اللي هو الكرنتس هنا عكس بعض، فيبقى جوه الاتنين هيكونوا انورد، الاتنين بيطلعوا فلكس انورد. يبقى بي 2 ديت هي عبارة عن السم بتاع الفلكس دينستيز، يبقى اكيد ديت هاي، يبقى بي 2 هي اكبر واحدة. يبقى انت بتكنسل الانسرز دي ودي، هتسيب بس الانسرز اللي هي بي 2 اكبر. نبص بقى بي 1 وبي 3 مين فيهم اكبر من مين. بي 1 هي اللي هتبقى اكبر، ليه؟ لان هي قريبه من الواير اللي فيه كارنت اكبر. هما بي 1 هي عباره عن الفلكس دينستي من الواير ده ماينس ده، وبي 3 هي عباره عن الفلكس دينستي من الواير ده ماينس ده. فانا دلوقتي بي 1 هتلاقي ان هي قريبه من الكارنت الاكبر، يبقى اكيد الفلكس دينستي بتاعتها اكبر. انما بي 3 قريبه من الكارنت الاقل، يبقى اكيد الفلكس دينستي بتاعتها اقل. فممكن انك تروح مختار على طول مين، مختار على طول بي. بس خلينا نشوفها بقى، لو هي مثلا سؤال او لو هو قال لك هات ريشيو ما بين بي 1 وبي 2 وبي 3، يبقى انت لازم تجيب بي 1 وبي 2 وبي 3، لازم تشوفهم بايه. لو انا سميت الواير دوت هو، مش بعتذر يا جماعه، هو التابلت هنك شويه، فهو خلاص رجع اشتغل تاني. خلاص هنسمي سميه واير 1. طيب يا جماعة نرجع مع بعض تاني. احنا كنا قلنا في السؤال دوت خلاص هو الانسر زي ما قلت لكم، في حد بيقدر ان هو يحاول ان هو يعملهم بسرعة، فبيقدر ان هو يطلع ان الانسر هيبقى بي. بس تعالى نشوف لو انا عايز اعملها كستبس، او لو انا عايز اجيب ريشيو ما بين الفلكس دينستي في بي 1 وبي 2 وبي 3، لان ساعات بيطلب الريشيو ديت. انا رجعت خلاص، انا رجعت اهو، انا كده شغال اهو. طيب بي 1 هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن الفلكس دينستي، او البي 1 هي عبارة عن الفلكس دينستي من الواير 1، هسميه الواير اكس مثلا والواير واي عشان خاطر اميز ما بينهم ما بين بي 1 وبي 1. هي عبارة عن البي اكس ماينس البي واي. ليه؟ لان واحد بيطلع ان واحد بيطلع اوت، او انت عارفهم ان هما بره يبقى ماينس وجوه بلس، وات ايفر. الطريقه دي مش هي المهمه بالنسبه لي دلوقتي. خلينا نشوف بس هتتعمل ازاي. البي بتاعت الاكس هي عباره عن ميو في الاي بتاعت الاكس، اللي هي عباره عن 2 اي اوفر 2 باي. الديستانس من الاكس اسمها دي، اهو الديستانس من الاكس اسمها دي، يبقى اوفر 2 باي دي. ماينس البي واي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ميو في ال i بتاعة ال y over 2 pi. ال distance من ال y هي 3 d، اهي ال distance من اول هنا لحد ال y هي عبارة عن 3 d، اللي هو الجزء ده كله. طيب حلو جدا، انت هنا ممكن تاخد مين common factor؟ تاخد ال mu، تاخد ال mu
والاي وال2 باي والدي، تاخدها كلها كومن فاكتور، هيفضل لك 1 سوري هيفضل لك هنا 2، وهنا هيفضل لك 1 اوفر 3. يبقى كده في الاخر b1 طلعت لك بكام؟ هتبقى 2 minus 1 over 3، يعني هتبقى عبارة عن 5 over 3 في الكلام ده كله، البطيخة دي اللي هي اسمها ميو اي over 2 باي دي. يبقى دي كده هي b1، عشان خاطر لو هتعمل ريشيو البطيخة ديت هتروح في الاخر، يعني هيروحوا كلهم مع بعض. لو عايز تعمل b2 هتبقى عبارة عن ايه؟ b2 هنعملها مثلا على اليمين كده، هتبقى عبارة عن بي بتاعت الواير اكس بلس بي بتاعت الواير واي، لان هما الاتنين يعتبروا اوتورد في الحتة ديت، دوت بيطلع هنا اوتورد، دوت اوتورد لو اشتغلت بايدك. المهم فدوت كده هيبقى ايكوال، البي اكس هي عبارة عن ميو في الاي بتاعت الاكس اللي هي عبارة عن 2 اي، الكرنت بتاع الاكس 2 اي اوفر 2 باي، الديستانس اسمها دي، بلس الميو في الكرنت بتاع الواي اللي هو اي اوفر 2 باي، الديستانس من الواي برضو اسمها دي، لان انا هنا دلوقتي انا شغال عند البوينت دي، فالديستانس من الواي اسمها دي والديستانس من الاكس اسمها دي برضو. فدول لو جينا جمعناهم هتلاقي برضو ميو اي اوفر 2 باي ده كومن فاكتور 2 باي دي، هيفضل لك هنا 2 هنا 1، يبقى 2 بلس 1 هيديك 3، او 2 بطيخة و1 بطيخة يبقى يديك 3 بطيخة، يبقى 3 ميو اي اوفر 2 باي دي. يبقى كده هنلاحظ ان b2 اكبر من b1، لان b1 هي 5 اوفر 3 في البطيخة ديت، و b2 هي عبارة عن 3 في البطيخة ديت. يبقى انا بالنسبة لي طبعا ديت هي ديت الاصغر وديت الاكبر، ممكن انك تجيب 5 اوفر 3 بالديسمال هتطلع ب 1.6666 او 1.67، يبقى في الاخر دي برضو الاكبر. b3 برضو بنفس الطريقة، هنجيب بقى دي كده شوية ناحية اليمين، b3 هتبقى عبارة عن البي بقى بتاعت الواي، اعتقد هي اللي هتبقى اكبر، ماينس البي بتاعت الاكس، البي بتاعت الواي اللي هي ميو، الاي بتاعت الواي اسمها اي اوفر 2 باي، الديستانس من الواي اسمها دي، ماينس بقى البي بتاعت الاكس اللي هي ميو في الاي بتاعت الاكس اللي هي اسمها 2 اي اوفر 2 باي، الديستانس من الاكس اسمها 3 دي، اي اللي هي الجزء ده كله من اول البوينت لحد الواير اكس اللي هي هتبقى 3 دي اللي هي الدي وال2 دي. هنا برضو لو خدت ميو اي اوفر 2 باي كومن فاكتور 2 باي دي كومن فاكتور هيفضل لك ايه؟ الترم الاولاني هيفضل لك 1، الترم التاني هيفضل لك 2 اوفر 3. يبقى كده ده اللي انت هتجمعه او اللي انت هتحسبه هيطلع لك 1 اوفر 3. في البطيخة دي اللي هي اسمها ميو اي اوفر 2 باي دي بس. يبقى انت كده لو حابب انك تحسبها كريشيو يبقى انت هتطلع الريشيو كام؟ 5 اوفر 3 تو 3 تو 1 اوفر 3 اللي هي b1 تو b2 تو b3. لو عايز تعرف مين اكبر ومين اصغر فطبعا اكبر واحدة هي b2 اهي اللي هي 3 في البطيخة دي، و b1 اقل منها شوية اللي هي 1.67، بعدين ديت اللي هي 0.3 ديت اللي هي اقل واحده. يبقى انت كده لو حابب انك تحسبها كفاليو او كريشيو، طبعا بيجي سؤال يعني جه قبل كده كذا مره يعني ان هو يقول لك هات لي ريشيو ما بين بي 1 وبي 2، طبعا مالهاش رول، انت بتشتغل ديت وبتشتغل ديت وبتقسمهم على بعض وتطير الحاجات الانون مع بعض. دي كده من الافكار اللي هي بتيجي في الامتحانات. في مثلا حاجه زي كده بيجي بيقول لي في الاوبوزيت فيجر دوت النت what happened to the net magnetic flux density عند ال point M when approaching the wire X gradually from it، مرة distance 0.5D مرة D مرة 1.5D. أنا برضو هحلها ديت بالتفصيل، يعني مش كل حاجة هحلها بالتفصيل بس دي أنا عايز أحلها لأن هي جت قبل كده وممكن إن هو يلعب فيها أكتر شوية. دلوقتي قبل ما احرك انا عايز اعرف هيحصل ايه، فلازم اعرف الاول قبل ما احرك هو عباره عن ايه.
المفروض ان الفلكس دينستي عند الام هي عبارة عن، هنا هم عبارة عن ان انا هعمل ده ماينس ده، لان انا عندي البي بتاعت الواي هنا اوتورد والبي بتاعت الاكس هنا انورد. هعملها على الرسمة، الواي مطلعه لي اوتورد انما الاكس مطلعه انورد، فلكس دينستي انورد. يبقى كده احنا بنعملهم ماينس. لو جينا نشوف مين الكبير بيطلع ان ال بتاع البي بتاعت الواي هي الاكبر، يبقى انا هعملها بي واي ماينس بي اكس، يبقى تبقى ايكوال البي بتاعت الواي اللي هي هتبقى ميو، الاي بتاعت الواي اسمها 3 اي اوفر 2 باي، الديستانس من الواي لواي هو اسمه 3 دي، فكده ال 3 و 3 هيروحوا مع بعض، مش مشكلة دلوقتي. ماينس اهو برضو عشان الناس لو مش شايفة، انا بجيب البي بتاعت الواي عند البوينت ام، فالكرنت بتاع الواي اسمه 3 اي، يبقى انا حطيت هنا 3 اي. الديستانس من الواي للام اهي اللي هي دي كلها اللي هي هتبقى اسمها 3 دي. طيب ال 3 هتروح مع 3 ماينس البي بتاعت الاكس اللي هي عبارة عن نيو، الاي بتاعت الاكس هي اسمها اي اوفر 2 باي، الدي بتاعت الاكس هي اسمها 2 دي. فطبعا ديت هتدينا ميو اي اوفر 2 باي دي، لان خلاص ديت كده دي هتروح مع دي. ونلاحظ ان البي بتاعت الواي هتفضل كونستانت طول المسألة، مش هتتغير، لان هو ما بيغيرش في مكان الواي ولا هيغير في البوينت، يبقى البي بتاعت الواي ديت هتفضل ثابتة طول المسألة، البي بتاعت الاكس هي اللي هتتغير. البي بتاعت الاكس لو خدنا الميو اي اوفر 2 باي دي كومن فاكتور هيفضل لي هاف، يبقى كده بطيخة ماينس نص بطيخة، يبقى كده هيدينا في الاخر نص في ميو اي اوفر 2 باي دي. قلنا نخلي ديت كده على جنب لان هي دي البطيخة اللي انا بقارن بيها. اول حاجة في ايه؟ لو هو قرب الواير اكس ديستنس 0.5 دي، يعني هو قربه خلاه بقى هنا distance 0.5 دي، يبقى ال distance من ال point بقت كام؟ بقت 1.5، بتعمل minus عادي جدا، مش هي دي الفكرة. طيب أنا عايز أعرف إيه اللي هيحصل لل flux density، فأنا ممكن أحسبها تاني، يبقى ال b عند ال m هتبقى equal by minus bx. لو ما تعرفش مين الاكبر بتاخد ابسولوت ولا كده. جبنا الهاف ازاي؟ اهو التو اللي هي اللي تحت ديت، انت لما تاخد ميو اي و2 باي دي هيفضل لك التو اللي تحت ديت اللي هي هاف، يبقى ديت كده 1 بطيخه وديت هاف نفس البطيخه، يبقى 1 ماينس نص هتديك نص. نخش في اللي بعديها، وبرده هتبقى في حته ماثيماتيكال كده هعملها بالتفصيل شويه برده عشان تاخدوا بالكم. البي واي هي ما اتغيرتش، هي احنا قلنا اللي هي ميو اي اوفر 2 باي دي مش هتتغير، هتفضل هي كونستنت، ماينس البي اكس هي اللي اتغيرت، هتبقى ميو اي اوفر 2 باي، الديستنس بدل 2 بقت 1.5. علشان برضو الحته الماثيماتيكال ديت هعملها بالتفصيل، هناخد ميو واي دي 1.5 دي يا جماعه، و2 والباي والدي كلها كومن فاكتور. في الترم الاولاني ما فضليش حاجه، هيفضل لي 1، في الترم الثاني 1 اوفر 1.5 اهو، انا خدت من دول كومن فاكتور هو ميو اي اوفر 2 باي دي، هيفضل لي 1، خدت من دول كومن فاكتور الميو والاي وال2 باي والدي، فضل لي 1.5 بس تحت، يبقى 1 ماينس 1 اوفر 1.5 اللي هي عباره عن 2 اوفر 3، يبقى ادينا 1 اوفر 3، يبقى ديت كده هتبقى ايكوال 1 اوفر 3 ميو اي اوفر 2 باي دي. يبقى هي كانت نص بقت 1 اوفر 3 نفس البطيخه، يبقى معنى كده هي قلت ولا زادت؟ يبقى هي كده عملت ديكريز. ديكريز قد ايه؟ عشان تعرف ديكريز قد ايه انت ممكن تعمل ريشيو، هي ديكريز 1 اوفر 6، بس انت عشان تعرف هي ديكريز قد ايه انت ممكن تعمل ريشيو. تعمل ريشيو ازاي؟ الجديد على القديم، هتعمل ال 1 اوفر 3 اللي هي الجديده على الهاف اللي هي القديمه، فهتديك 2 اوفر 3، سوري هي 2 اوفر 3، فهتديك 2 اوفر 3، يبقى هي ديكريز باي 2 اوفر 3 اتس اوريجينال فاليو.
يبقى تاني انت لو عايز تعرف ايه التشنج اللي حصل، إيه زادت او قلت قد ايه، لان هي ممكن تيجي تشوز يقول لك decrease the half increase the 3 times مش عارف ايه الكلام دوت. يبقى انت بتشوف الجديده كام القديمه كام وتعملهم divided بعض الجديد على القديم. فلما الميو اي اوفر 2 باي دي طبعا هتروح مع الميو اي اوفر 2 باي دي مالناش دعوه بيها، 1 اوفر 3 divided half هتديك 2 اوفر 3. يبقى معنى كده ان هي هتقل 2 اوفر 3. طيب مي، انت بالنسبه للجزء اللي تحت دوت هل تمام مفهوم ان انا اجيب الفلكس دينستي الجديد؟ انا عندي الواير اكس بقى في الحته ديت، فالديستانس ما بينه وما بين الام بقت 1.5، يبقى هي زي اللي فوق بس انا خليت الديستانس 1.5 دي ولا اكتر ولا اقل. ليه مش ماينس؟ ما عملتهم ماينس. لا ماينس ديت تبقى انكريزد باي قد ايه، انما ديكريز انا دلوقتي لما اقول هي كانت هاف بقت 1 اوفر 3 يبقى هي ديكريز 2 اوفر 3 تايمز، بعمل ده اوفر ده. لو عملت ماينس يبقى هي ديكريز باي الفاليو ديت. في حاجه اسمها ديكريز 2 وديكريز باي اللي احنا بنشتغل بيه عادي اللي هو ديكريز 2، يبقى هي ديكريز 2 اوفر 3 اتس اوريجينال فاليو عادي اللي هو بعمل ديفايد. ماينس دي يبقى هي ديكريز باي كذا اللي هو الجزء الديكريز قد ايه، يبقى بعمل ماينس دي. بلاش يعني بلاش نتطرق ليه. طيب معلش انا ما شفتش الكومنت ده. انا طالع ما بقليش كتير يا محمد وليد، ده تالت سؤال تقريبا، تالت سؤال في شابتر 2. المفروض 1.5 دي و2 دي 1. لا انا هتلاحظي المسألة في الكيس الجديدة ديت هي 1.5 دي والواي 3 دي، فال3 راحت مع ال3 فخلاص البي بتاعت الواي خلصت وديت 1.5 خلاص، مش ما برجعش بقى لل2 لان الواير اكس ما بقاش هنا، هو الواير اختفى خلاص بقى في الحته دي. طيب يبقى اول واحده ديت هتبقى ديكريز. ده انا عايز اعرف بقى ديكريز يعني، خلاص احنا في الحساب ما فيهاش مشكله نفس اللي احنا عملناه فوق. لو انت عايز تعرف ديكريز ده قد ايه هتعمل الجديد على القديم، فلما تعمل الجديد على القديم هتبقى 1 اوفر 3 ديفايدد هاف فهتديك 2 اوفر 3. نخش على بي. لو دخلنا على بي فهو بيقول لي ان الواير اكس دوت اتحرك مسافه دي من الاصل طبعا، فلما يتحرك مسافه دي يبقى اللي هيفضل من الام هيبقى هو كمان دي اهو، ده دي وده دي، فيبقى كده البي عند الام هيحصل لها ايه؟ برضه هي بي واي ماينس بي اكس فهتبقى ايكوال بي واي زي ما اتفقنا ما بتتغيرش، انما البي اكس الديستانس هتبقى اسمها دي. فهنلاحظ كده ان الفلكس دينستي هيبقى ايكوال كام؟ الفلكس دينستي كده هيبقى ايكوال زيرو. ليه بقى ايكوال زيرو؟ لان انا دلوقتي عندي البي اكس والبي واي بقى ايكوال لبعض، يعني ديت ميو اي اوفر 2 باي دي وديت ميو اي اوفر 2 باي دي فبقوا قد بعض فكنسلوا بعض، يبقى كده الفلكس دينستي بقى ايكوال زيرو. يبقى هو هيقول لك ايه اللي هيحصل؟ هتقول له ان الفلكس دينستي ديكريز اند فانيشد، يعني هتبقى ايكوال زيرو خالص. في سي بقى بيقول لي لو هو اتحرك ديستانس 1.5 يبقى هو بقى في الحته دي كده، وهتبقى الديستانس هي البي واي ما اتغيرتش خالص، البي واي هي من اول المساله هي طلعت ميو اي اوفر 2 باي دي لان ال 3 راحت مع ال 3، عوضت بيها هنا ميو اي اوفر 2 باي دي وعوضت بيها هنا ميو اي اوفر 2 باي دي، هي ما اتغيرتش طول المساله. في سي عندي البي ام لو انت عملتها بي واي ماينس بي اكس هتلاقي الانسر طلع بالنيجاتيف. ليه؟ لان البي واي قلنا مش هتتغير، هتبقى ميو اي اوفر 2 باي دي ماينس البي اكس هتبقى ميو اي اوفر 2 باي، الديستانس هتبقى هاف دي 0.5 دي لان الديستانس اللي هتفضل هنا هتبقى 0.5 دي، هو اتحرك 1.5 يبقى فاضل لي 0.5. فبرضو انا لو عملت خدت كومن فاكتور
هيفضل لي 1 ماينس 1 اوفر هاف اللي هي ماينس 2، يعني هتديك نيجاتيف 1. سوري، هتديك ايوه نيجاتيف 1. يبقى ديت هتديك نيجاتيف 1 ميو اي اوفر 2 باي دي. دي اي يا جماعه مش اس. يعني ايه النيجاتيف؟ النيجاتيف دي يعني هي قلبت الدايركشن بتاعها. يعني في الاول كانت المفروض ان البي واي هي اللي اكبر من البي اكس، والبي واي كانت اوت وورد. يعني معنى كده ان الفلكس دينستي كان المفروض في الاول كان اوت وورد. الفلكس دينستي اللي كان طالع في الاول ده كان اوت وورد، انما لما قربت الواير اكس بقى الواير اكس هو اللي بيطلع فلكس دينستي اكبر، فعشان كده قلبت نيجاتيف، هي كده بقت انورد. يبقى لما يقول لك ايه اللي هيحصل للماجنتيك فلكس، حاجتين. اول حاجه هو انكريزد، هو كان هاف، الفاليو بتاعته كانت هاف بقت 1، هو نفس البطيخه، يبقى هي كده انكريزد دبل. تاني حاجه ان الدايركشن بتاع الفلكس دينستي اتقلب، كان اوت بقى انورد. فناخد بالنا من موضوع الدايركشن ده، مهم جدا جدا جدا. ده طبعا هو السؤال لو جه في الامتحان مش هيجي الثلاثه دول، يعني دول كانهم ثلاث اسئله، ثلاثه كيسز. هو لو جه هو هتيجي كيس واحده، واحتمال كبير ان هي لو جت هتيجي تشوز، لو عايزها فكره جامده قوي يبقى هيجيب الاخيره دي. طيب ديت كده تمام بالنسبه لنا. نخش بالنسبة للي بعديها ديت. انا هنا بقى في نوعية مسائل، ربنا يكرمك يا رب. عندي الفلكس بالنيجاتيف يا احمد يا عمري معناه ان هو عكس الدايركشن، يعني انت بتحط ابسولوت وتشيل النيجاتيف، بس لازم تقول له ان الدايركشن اختلف. يبقى انت عرفت ان الدايركشن اتقلب، يبقى لازم تقول له ان الدايركشن اتقلب. يا اما بتعمل بي اكس ماينس بي واي، وانت برضو تبقى عارف ان البي اكس هي الاكبر، يبقى معنى كده ان الدايركشن اتقلب. يبقى بيقول لك ايه اللي هيحصل للماجنتيك فلكس دينستي، لازم تقول ان هو هيقلب الدايركشن. طيب بالنسبه مثلا لحاجه زي ديت، فهو بيقول لك النيوترال بوينت ما بين تو بارل وايرز او ديو تو تو بارل وايرز. فهنا شرط النيوترال بوينت زي ما احنا عارفين حاجتين، ان الفلكس دينستي تكون اوبوزيت ان دايركشن و equal in magnitude. طيب خلينا نفتكر تاني هنا. انا عندي two wires اللي هما x و y بيطلعوا لي magnetic flux عند ال point M. حاجتين، ايه هما الحاجتين دول؟ اول حاجة ان يكون ال flux densities opposite in direction، تاني حاجة ان هما يكونوا equal in magnitude. عشان يبقوا opposite in direction ال x دوت بيطلع لي فلكس، انا بختار من واحده من اللي هم فيهم داون، يبقى انا هكنسل على طول الاختيارين اللي هم فيهم اب. يبقى انا الاكس بتطلع لي ان، يبقى الواي لازم تطلع لي اوت والعكس. دي اول بوينت. تاني بوينت، انا لازم الفلكس دينستي من الاكس يبقى ايكوال الفلكس دينستي من الواي. الكرنت اللي في الواي معرفوش، يبقى انا هعمل ميو اي بتاعت الواي اللي انا معرفهاش اوفر 2 باي. الديستانس من الواي اسمها 3 دي، لان المسافه من الواي لحد البوينت هي 3 دي، اللي هي 2 دي والدي مع بعض. ايكوال المفروض انا عايزها تبقى ايكوال ميو الاي بتاعت الاكس اللي هي ب 1 اوفر 2 باي الديستانس من الاكس اسمها دي بس. فايه اللي هيحصل هنا؟ هنلاحظ ان الميو والميو راحت مع بعض، ال2 باي وال2 باي راحت مع بعض. ففي ناس حافظاها كرول ان هي اي اوفر دي واي اوفر دي، او اي 1 اوفر اي 2 تبقى ايكوال دي 1 اوفر دي 2. بس يستحسن زي ما قلت لكم ما نختصرش رول، نكتب ده بي واي ايكوال بي اكس، ونعوض بديت ونعوض بديت لو هو السؤال جه مساله، ونشطب عادي. يعني ستيب مش هتاخد مني نص ثانيه. الدي طبعا هتروح مع الدي، هنعمل كروس، يبقى اي بتاعت الواي هتبقى ايكوال 3 الاي بتاعت الاكس، والاي بتاعت الاكس ب 1 يبقى تبقى ايكوال 3 امبير. يبقى الانسر بتاعي اللي هو هيبقى 3 امبير داونورد. برضو حته اللي هي النيوترال بوينت ديت من وايرز بدات ان هي تتكرر كتير شويه، برضو مثلا من الاكزامبلز التانيه عليها. هنا مثلا
عندي تو وايرز وبيقول لي مين في البوينت ديت ممكن تبقى نيوترال. فزي ما قلت لكم لازم يكون الفلكس ايكوال ماجنتيود وابسط ان دايركشن. هنا في حاجه ستاندرد احنا عارفينها وحافظينها، ايه هي؟ ان انا لو عندي الكرنتس اوبوزيت ان دايركشن يبقى النيوترال بوينت هتبقى اوتسايد اوف ذم، يبقى انا هكنسل السي خالص، كأن السي ديت مش موجوده، مش من التشويسز بتاعتي، وهدور على الاي والبي والدي. برضو الدي هكنسلها، لان احنا لو نفتكر كنا بنقول ان هي بتبقى ناحيه الكرنت الاصغر، يعني النيوترال بوينت بتبقى براهم قريب من الكرنت الاصغر، الكرنت الاصغر اللي هو اي، يبقى هي هتبقى الاي او البي. فاحنا برضو عارفين ان المفروض بي 1 تبقى ايكوال بي 2. بي 1 اللي هي عبارة عن ميو اي 1 اوفر اي 1 اللي هي اسمها اي وخلاص، اوفر 2 باي الديستانس. الديستانس بقى بتتغير، انا لو اتكلمت على البوينت بي فانا هقول ان الديستانس مثلا لو المربع الواحد اسمه دي يبقى اوفر 2 باي دي، انما التانية ديت اوفر ميو تايمز 2 اي، هحط 2 فوق، اوفر 2 باي الديستانس اللي هي من هنا لهنا اللي هي هتبقى اسمها 3 دي، لان دول ثلاث مربعات، يبقى اوفر 3 دي. هل دي ايكوال دي؟ لا، يبقى معنى كده ان دي مش نيوترال بوينت، يبقى ديت كده نوت ايكوال، طلعوا مش ايكوال. انما بالنسبه للبوينت اي فانا لو اشتغلت عن يبقى ديت كده عند الدي، ديت مش متحققة عند الدي. انما لو اشتغلت عند البوينت A يبقى كده ميو اي اوفر 2 باي الديستانس من الـ A هتبقى اسمها 2D، لان كده اهو المسافة هتبقى مربعين، ايكوال ميو تايمز 2 اي اوفر 2 باي الديستانس من الواير التاني هتبقى اسمها 4D. فهل ده ايكوال ده؟ اه ده ايكوال ده، يبقى ديت كده تقدر ان هي تدي نيوترال بوينت. يبقى هو لو الكرنت دبل الكرنت يبقى لازم الديستانس تبقى دبل الديستانس وهكذا، يبقى كده ديت نيوترال بوينت. يبقى الانسر بتاعي الصح هي الاي. ممكن واحد اللي هو بيكنسل فلقى هي، يبقى الاجابه الاي اللي ناقصه برضو عادي تعتبر اجابه صح او طريقه صح ان انا اكنسل الاجابات الغلط اللي عندي.